سعد الله اوقاتكم بكل خير مشاهدينا ومتابعين شاشه الكويت الرياضيه، سعداء جدا بالتواصل معاكم عبر هذه الشاشه من خلال برنامجكم برنامج الديوانيه اللي نطلع عليكم اليوم من خلال استاذ جابر الطول الدولي. ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل. نطرنا وايد، صبرنا وايد، تاملنا وايد، لكن اليوم نقول اللهم لك الحمد والشكر. على كل حال اليوم نقدر نتباهى نفتخر ان عندنا استاذ دولي يحمل اسم غالي على قلوبنا، اسم الراحل الشيخ جابر رحمه الله عليه، ان راح يكون متاح لاقامه اي مباراه فيه واي حدث رياضي عليه. عاد اللي يسال الافتتاح ليش صار في هالوقت وش معنى هالوقت، كل هذه الاسئله ممكن تكون مردود عليها ومشروعه لكل من يسال عنها. لكن وعد إنه راح يكون معانا إن شاء الله مو في الحلقة، في حلقات قادمة، مسؤول مخول بالرد على كل هذه التساؤلات اللي هي أسئلة مشروعة من حق المشاهد الكريم. لكن خلونا نفرح اليوم، خلونا نستمتع اليوم، بالفعل عندنا أستاذ رياضي. أنا عن نفسي مثلكم يمكن ما كنت متفائل في الفترات الماضية، يكفي أقول إن أنا في برنامج الشوط الثالث قدمت في 2009، ساعدني عبد الله 2009 ولا 2009 عبد الله، بالفعل قدمنا من الشوط برنامج الشوط الثالث من الاستاذ جابر، ووقتها كنا نقول انه خلاص قاب قوسين او ادنى ان الاستاذ يكون جاهز لاحتضان اي حدث رياضي. 2009 اليوم احنا 2015، 6 سنين واحنا الحين في برنامج الديوانيه كسبق كاول برنامج رياضي يطلع على الهواء مباشره من الاستاذ جابر. اي انا سعيد لما يكون هذا الامر، لكن الاسعد لما الف هذا الكرسي وطالع المباراة اللي تقام على استاذ جابر، مو بس مجرد اني اقدم برنامج على استاذ او من خلال استاذ جابر. لكن لما نشوف المسؤولين في الدولة على راسهم معالي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، لما يكون برفقة اخوان الوزراء في جولة الاسابيع الماضية او الاسبوع الماضي في استاذ جابر، هذا يعطينا مؤشر ان الاستاذ بالفعل جاهز. لما مجلس الوزراء يطلع في بيان يأكد ان سمو امير البلاد ربي يحفظه ويطول في عمره وسمو ولي العهد ربي يحفظه ويطول في عمره عندهم رغبه ساميه بان هذا الاستاذ قبل نهايه السنه يحتضن مباراه كبيره او حدث رياضي كبير كما اسمه، هذا يعطيني انا ايضا تفاؤل من هذا الجانب. عموما استاذ جابر شلي له شلي عليه الاسئله المشروعه اللي من حق المشاهد الكريم انه يسالها، وعد أن يكون معنا مسؤول في الحلقات القادمة للحديث عن هذا الأستاذ. لكن اليوم اللي مشرفيني ومنوريني رواد الديوانية اليوم في أستاذ جابر، على يمينكم نجمنا الدولي السابق عبد العزيز الهاجر، حي الله أبو حسن. الله يحييك طلال، احنا سعداء طبعا اليوم، يعني خلنا نترك كل اللي مضى، لكن احنا اليوم نعيش فترة يعني إن شاء الله أنها تكون إن شاء الله فاتحة خير، وإن شاء الله تكون إن شاء الله أنها تلم النفوس وتصفي النفوس حتى تكون إن شاء الله افتتاح يكون إن شاء الله بداية خير على الكويت قاطبة وخاصة الكرة الكويتية والوضع الرياضي. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن تزول القمة اللي صارت الغيمة الغيمة السحاب الرياضية والغيمة الرياضية إن شاء الله تروح إن شاء الله وتكون افتتاح إن شاء الله لامة جميع الأطراف بإذن الله وما يلامون أي مشاهد وأي متابع، ما يلام حقه أنه مثلا يعتب، حقه أنه يزعل، حقه أنه يضايق، أروح أبعد من كذي، حق حتى انه يشكك في بعض الامور. لكن علشان نرجع ونقول نحط نقط على الحروف، لازم يكون في مسؤول عن هذا الامر يرد على اسئله المشاهد الكريم. لكن خلونا نرحب ايضا بحكمنا الدولي السابق الكابتن محمد باجيه، حي الله ابو خالد. الله يحييك ومساك الله بالخير ابو طلال، مسي على الاخوان، وانا سعيد نشوف يمكن زمان انا ما شفته، وسعيد انا صراحه اشوف، وانا اسعد صراحه بالاجواء الحلوه واجواء حالمه صراحه، أجواء حالمة 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 من قلب مال شورت ونلعب الكبات تلعب ولا تحكم؟ الكبات أنا بحمسهم إيه؟ تلعب ولا تحكم؟ ألعب، لا أنا عندي اللعب قبل التحكيم والله، إلا هو لاعب سابق، هي المتعة أصلا هي باللعب. نتمنى أنها على قولة أبو حسن إن شاء الله ترجع إن شاء الله اللمة واللحمة ويا رب نفرح جميعا، لأن الأجواء صراحة هني إن شاء الله تعطي إيجابية. نعم إن شاء الله إيجابية وتفاؤل يا رب. وراء السيكل إذا كان واصل أيضا هو إيجابي، هذا طلب طالبين هذا نفس دورة الخليج التوصيل أنا راح بنجمنا الذهبي
اللي انا ايضا سعيد اني اشوف صورته من ضمن صور الجيل الذهبي موجوده ابو عبد الله وياهم. اي هناك بالزاويه هناك عبد الله بلوشي ومحبوب. والله كنا قاصينك يا ابو عبد الله. هلا رحب ناصر الرحمن. يلا ابو عبد الله وجودك هو منور المكان. هلا ابو عبد الله. الله يسلمك وانا سعيد في وجودي في استاد. انا كنت وانا شبل اذكر سنه 75 سووا معي مقابله في احد الصحف مجله الرياضي بالتحديد. كنت اطالب في وجود مدينه رياضيه بالكويت. وان شاء الله يكون هذا استاذ جابر يعني الان انا موجود فيه. وان شاء الله يكون فاتحة خير حق الرياضيين وحق الناس المسؤولين اللي نشكرهم على انشائهم مثل هذا الاستاد الفخم اللي الحقيقه يشرف الكويت. وان شاء الله يصير يعني البدايه والانطلاقه من بدايه هذا الاستاد ان شاء الله باذن الله تعالى. اليوم مشرفنا ومنورنا ايضا من اللاعبين المميزين وهو ايضا حاليا زميل يقدم برنامج اجيالنا على شاشه الكويت الرياضيه الكابتن صالح بريتشي. حيا الله فيك وسعيد فيك وجودك معنا كابتن. الله يحييك اخوي نادر. ويعني وهذه اول حلقه معاكم ونفسه واول حلقه لكم من استاذ جابر. هذا يعني الشرف لي وشرف لي ايضا ان معي اخواني الكبار كابتن وائل وكابتن ناصر وابو حسن وانت يا نادر طبعا وكابتن محمد باجيه. ابرك ساعتك يا كابتن صالح اللي دائما يخجلنا بطيبه وبكرمه ولا يهونون الحاضرين الكابتن الشرح والراقي دائما وائل سليمان. ابرك ساعتك يا كابتن وائل وجودك اليوم يسعدنا وشرفنا. حياك الله يا ابو طلال. طبعا مشكور على هذه الاستضافه ومسي عليك وعلى جميع الاخوان الموجودين طبعا ونشكركم على هذه البادره اللي فعلا كانت فكره مميزه ان تكون الحلقه من حلقات برنامج الديوانيه في هذا الاستاد اللي فعلا كان حلم لكل رياضي كويتي. ونتمنى يعني امنيه ان جميع الحلقات اللي القادمه تكون في هذا البرنامج عشان المتابعين سواء في الكويت او في الخليج او الدول العربيه يشوفون هذا الصرح الراغي اللي فعلا طال الانتظار وان شاء الله يكون فاتحه خير باذن الله. باذن الله تعالى مثل اخونا الحين ابو خالد العيسى واكثر الناس الحين اللي متواصله معانا اللي تشرف بملاحظاتهم وتغريداتهم ما يخالف يا ابو خالد العيسى ولا يهمك. قلت لك مثل مساع كل الاسئله المشروعه ومن حقك تساله فيما يخص استاذ جابر انا يعني اعدك انه راح يكون معنا مسؤول عن هذا الجانب او عن هذا الملف او عن هذا الاستاذ لنطرح عليه كل الاسئله اللي هي ايضا هي اسئلتنا مثل ما هي اسئلتكم. لكن اليوم كباتن كانت انطلاقه الجوله الخامسه من عمر دورينا دوري فيفا ثلاث لقاءات شهدت الانطلاقه. اللقاء الاول الساحل والكويت. الكويت قد لك 3-0. انا سعيد ان فاز الكويت 3-0 مو بس لان الكويت فاز 3-0 لان ذاك اليوم استضفنا الكابتن محمد ابراهيم الجنرال والانجاز اللي حققه 54 مباراه في الدوري من غير خساره. بعد نهايه اللقاء قال اذا خسرت المباراه فانت السبب مو انت يعني البرنامج السبب يعني ويه مو خير عليه في الامر. لكن قلت لك ابو نواف اليوم يرفع الحصيله ل 55 مباراه دون هزيمه في الدوري. المباراه الثانيه خيطان قلت لك على اليرموك 2-0 خيطان على اليرموك. المباراه الثالثه والاخيره 4-0 للقادسيه قلت لك كبيره للقادسيه على الفحيل. هارد لك لابو حسن واللي يشجعون الفحيل او محبين فريق الفحيل وقلت لك لفريق القادسيه. قبل ما نحكي عن الثلاث مباريات وفي مواضيع ثانيه الجانب الايمن اللي على يساري وعلى يمين الساده المشاهدين ولا يهونون الكبات اللي على يمين وعلى يسار الساده المشاهدين وائل سليمان ناصر الغانم عبد العزيز الهاجري. بالصدفه في اليوتيوب تعال اللي ما عندك شيء تقعد تحوس بهاليوتيوب واشوف لك مباراه يعني حتى للاسف بالارشيف ما هي موجوده عندنا. الغزو ما خلى شيء عندنا. مبارتين من تصفيات سيول 87-88 في مبارتين صارت في الكويت. الكويت والعراق 2-1 الكويت. الكويت والسعوديه الكويت 1-0. الكويت والعراق وائل سليمان الجول الاول عبد العزيز الهاجري الجول الثاني. الكويت والسعوديه ناصر الغانم جول خيالي كسائر ثلاثه كالعاده التمريره الاساس من ابو حسن من التمريره على سالم مروان. يعني ما ابي اسوي البرنامج ذكريات الاخوان في الكويت الرياضيه عندهم برامج تعب او تعني في هذا الجانب لكن لان انا الحين صدفه ان عندي الثلاثه من هالمباراتين في هذه التصفيات الكويت والعراق كابتن وائل وكابتن العزيز في البدايه في لك ذكرى في هالمباراه؟ بطلع طبعا الذكرى الرئيسيه اللي ما تنسي ان المجموعه اللي كانت معك الله يرحمه المجموعه الله. كانت مميزه بغض النظر عن النتيجه او عن الفوز او عن الخساره. يمكن ما صعدنا الى الدوره الاولمبيه في سيول ولكن
يعني فعلا استفدنا من هذا الجيل، اتكلم عن نفسي استفدت من هذا الجيل، يعني عاشرتنا نجوم، عاشرت فعلا كباتن، يعني استفدت منهم على جميع المستويات. اعتقد ان الدوره هذه يعني صغرتني، سواء كنت احتياط او كنت اساسي، ولكن هو ميكس ما بين جيل الجيل الذهبي نعم وجيلكم انت نعم وبعض اللاعبين. انت شنو مركزك اساسا وائل؟ انا كنت قلب دفاع في هذه الدوره، بالدوره هذه كنت قلب دفاع. ويا ما اكثر اقوالك وانت صاحب اول هدف تبارك الرحمن واول هدف ذهبي باسم وائل سليمان، يعني هذا المفارق لما نشوف ايضا مدافع هداف مثل وائل سليمان، هذه الميزه اللي احنا نتمناها. أبروح حق عزيز الهاجر قبل رايك ناصر الغانم، ما تأهلتم؟ تقول تأهلتم؟ تأهل بالتصفيات بس ما تأهل السيول، السيول ما تأهل. هذا اللي احنا خسرنا فيها. أنا قاعد أقول لك هالجيل ليش ما تأهل؟ مباراة العراق اللي خسرنا فيها. خسرنا من العراق. في العراق. لا الهجمة الشهيرة. الهجمة الشهيرة. كنا نحتاج التعادل. الهجمة المشهورة يعني أشهر من هدف فيصل الدخيل في كأس العالم. الهزمه اللي ضيعها فيصل الدخيل على الجولشي كانت ترى، والله الجولشي مال العراق اسمه احمد جاسم حتى كان اسمه، اللي عرضيه وجول فاضي كان مؤيد اعطاه اياها كره عرضيه وجول فاضي وضيعها. وشل برود اعصاب على رائد حمود انت تلعب مع وائل وناصر طبعا على فكره يعني انا ما لعبت في خط النص الا في المنتخب، فضل الله ثم فضل ناصر يعني هو اللي علمني تعليمات الى الان. احنا صرنا مدربين، قبل كنا الاربعه خط النص دائما يشرح لي في الاربعه اللي الى الان انا اشرحها حق اللاعبين، يقول الاربعه اللي بالنص حركتهم لازم تكون واحده، ما يصير واحد يتحرك اثنين يتحركون فيعني ولا قصور في الباقي. يعني ناصر الغانم وحمود فليطح اكثر اثنين يعني وقفوا وياي في هذا، حتى انا اقول حق ناصر قلت له ناصر ترى انا ما اعرف العب نص، بس لان المدرب وقتها قال لانك انت اصغر لاعب في المنتخب لازم انت تلعب نص، وجود فيصل الدخيل ومؤيد الحداد في الهجوم ما لي مكان في الهجوم، فكان يشاركني في خط الوسط يقول لك انت اصغر لاعب لازم اكثر واحد يتحرك. لا كان يرجع يعني كوينج يمين ابو حسن، فكان يرجع ناحية الخط مع الباك يعني، فيعتبر لاعب وسط رابع. جول على رائد حمودي. خلني أقول لك الجول ناصر اللي إلى الآن الجمهور السعودي يشكك بالهدف. إنه دشت ولا ما دشت؟ إنه ما دشت. رحمة الله عليه الأمير فيصل بن فهد لما استقبلنا في المطار كان ناصر وأنا كنت وراه، فلما سلم على ناصر يقول له ما دشت. قبل المباراة فلما كنا معسكرين بالاتحاد، فأول ما تذكر الأوراق اللي سألين فيها الشيخ فهد الأحمد رحمة الله عليه يقول شنو الخلاف اللي ما بين ناصر الغانم وعبد العزيز الهاجري لأنهم ما يعطون بعض داخل الملعب، فأول ما دشينا كان يقول لي أبو أحمد رحمة الله عليه أنت ليش في شيء بينك وبين ناصر؟ قلت لا والله ما في شيء، بالعكس ناصر أكثر واحد وكذا وكذا. فسبحان الله لما انتهت المباراة 1-0 وأنا اللي أعطيت ناصر، فلما نركب الباص عاد هو طبعا كان يروح ويانا في الباص الشيخ فهد الأحمد رحمة الله عليه، بس شفت يا أبو أحمد أن ما في شيء بيني وبين ناصر، أنا اللي أعطيته هو اللي قوى. كانت أحداث لا تنسى صراحة. أنت خذيت جول ناصر وسولفت عنه، جول ولا مو جول؟ لا جول هني المعلق السعودي أقالوه. المعنى اللي سمعته أن المعلق السعودي طبعاً بالسعودية أخواننا يشوفون المباراة بالتلفزيون مو واضحة أن طبعاً الحديدة داخل. القوس اللي داخل الهدف ضربت وطلعت الكرة، فالمعلق السعودي قال أنه مو هدف، والحكم راح على طول وسط الملعب، فاللي عرفته ان المسؤولين هناك في السعوديه قالوا المعلق لانه قال ان الكره مو هدف وهم تفاجئوا انها هدف وصارت مشكله عندهم هناك يعني سبب اقاله المعلق ناصر الغانم. لا العارضه مو العارضه مو ناصر الغانم يعني، بس هي كانت جزئيه بسيطه. لكن على الطار يعني مثل هذا الجيل الرائع، انت الان تقدم برنامج اجيالنا، يعني انا استسمحكم يمكن هذا مو محورنا لكن اشياء بشيء يذكر، أجيالنا تبشر بالخير، أنت قاعد تتابعهم قاعد ترصدهم،
لان عندك برنامج رجالنا على الكويت الرياضيه كابتن صالح. والله نادر فيه بالامانه، فيه خامه طيبه، لكن الخامه الطيبه هذه لازم الاستمرار ولازم نتابعه ولازم الاهتمام فيهم. يعني خلينا نقول لما يوصل لمرحله الشباب اعتقد الواحد اللي يكمل عمره 18 سنه ويطلع اجازه ويدرس الامور هذه، ما تميت اهتمام فيه اعتقد راح ينتهي نفس ما انتهوا الاجيال السابقه. بالعكس يعني احنا نشوف مرحله الناشئين والاشبال ايضا الشباب الموجودين حاليا، لكن خلينا نشوف الاشبال قاعد نشوفهم دائما، او حتى والله الصغار الناشئين والشباب دائما قاعد نشوف اللاعبين اللي عندهم خامه طيبه دائما بالغاتسيه والكويت بحكم انه مهتمين في المراحل السنيه. اتمنى احنا من جميع الانديه تهتم بالمراحل السنيه. احنا للاسف مش ممكن نشوف الانديه الصغيره خلينا نقول احنا بتاريخها مو يعني بانجازاتها لما يبرز عندهم لاعب يعني ايضا دور الاداريه سواء بالانديه الثانيه لما يشوفون لاعب زين يروحون مثلا يشترونه من لاعب ثاني. انا اتمنى ان الانديه الثانيه ما تبيع اللاعب، تهتم فيه وتصغله وتكون ويكون بالنادي لين يوصل معك الفريق الاول. انت اذا بتبيع كل لاعب يبرز صالح يمكن رغبه اللاعب لا هذا لازم لا. يتغير المفهوم كامل. المفهوم لازم يتغير اسمع قال كابتن ناصر يعني انت مثلا خلينا نقول مثلا انا دفعت له انت تدفع له ايضا النادي انا اعتقد له اي واحد يجيني انا بالسالميه لو يجيني نادي القادسيه والجهر يقول ادفع لك وناس يقول لا خلاص اقعد وانا عوض ما عندي امكانيه ما عندي امكانيه يا حبيبي ما عندي امكانيه والله يعني النادي انت كلامك صحيح في انديه ما عندهم امكانيه لكن خلينا نقول لازم نحاول الايام الجايه انت ليش قاعد اداحرك في هالسؤال لان في واحد قاعد على يسارك هذه قضيته هذه قضيته سالفه ان اللاعب مثلك ان اللاعب لا يطلع من ناديه اللاعب هو يتماشى تماما مع رايك الكابتن محمد باجي بس ما يطلع وما تعوضه ما يطلع وما تعوضه الحين خلينا نتكلم هذا خلينا نقول صريح يعني قال لك لا يطلع حافظوا عليه ما يخالف بس عوضه احنا خلينا نقول اوكي انت صح نقول مثلا ما عندك لكن لازم الانديه تشوف لها يعني مدخول ثاني حق اللاعبين هذين مثلا اللي له عروض لازم يعني يعوضه بشيء مثلا خلينا نتكلم صراحه يمكن كلش يمكن احنا ما لحقنا وايضا الكوابتن ما لحقوا قبل ان سالفه ان اللاعب الحين خلاص صارت ماديات يعني لا ماكو شيء يخفى عنك يعني اللاعب الحين ماده تاخذه من نادي لنادي بماده فلازم الانديه هذه تشوف لهم مدخول ثاني تعوض اللاعبين اللي يروحون انه يحافظون عليهم بحكم انه شنو يعوضونه من العرض اللي ياله هو بعد نفس الشيء الاستثمار اللي حاصل في نادي القادسيه ونادي الكويت هم مستفيدين يعني الناديين هذول بالذات مستفيدين من الاستثمارات اللي قاعده تصير في انديتهم كل مدخول اضافي ما يعني الانديه تفرق. الثانيه ما يعني ما حصلت لهم نقطه وطلال يعني مثل ما تفضل الكابتن يعني ما يخالف يكون انتقال بس احنا للاسف عندنا بالكويت يمكن اكثر اللاعبين ينتقلون سنويا او بعض اللاعبين تلقى القسم التسجيل الاول بنادي القسم الثاني بنادي ثاني او سنويا يروح ينتقل حق الانديه ما يخالف احنا نقول الماده ضروريه بس مو بهالصوره وبهال يعني يعني الواحد اللي ينظر للامور الماديه بهالطريقه هذه ابو خالد في هذا الجزئيه لك دقيقه ترد على لان الاثاره انا ضد الشباب انا مع الانتقال الحر اصلا هو دخل شوف في انديه عندها قدره ماليه وفي انديه عندها كثافه سكانيه هي تصير موازنه اقدر انا استثمر في هذين اللاعبين انا قلت لك لو ابيع لي لاعب لاعبين اقدر ادفع حق الفريق واطور ومو بس بالقدم اكثر من اللعبه اسالك سؤال ابو خالد معلش ولا اتعدى على ابو طلال شنو افضل في الدوري منافسه ناديين ولا خمسه ست لاعب ست انديه منافسه لا ست انديه افضل بس انا بالطريقه هذه راح اخليك تنافس ما راح تخلينا لا نافس لا انت مشكلتك عفوا هذا اللي ينافس الثالث والرابع والخامس والسادس اللي تقول لما يصير ليش انا ما انافس كل ما طلع لاعب راح اي انا اعلمك ليش ما انافس لان ما عندي انا قدره اني اخلق جيل يكمل المشوار انا عندي ثلاثة أربعة خمسة بس أنا ما قادر لك لما يصير عندي قاعدة وأبيع لاعبين اثنين ثلاثة يطلعون برا ويجيني داخل وأطور واللاعبين يطلعون الأندية ما قامت تعتمد على القواعد أساسا هذا اللي نتكلم مثلا نعطيك مثال على نادي السالمية مثلا صار له سنتين أو ثلاث سنوات صحيح. تقريبا من 12 إلى 13 لاعب النصر العام أو قبل العام كانوا اللاعبين المعارين من الأندية بحدود 16 لاعب من وين معارين؟ من الأندية الباجية من اللي برا وما حققوا أي نتائج زين يعني من البرا لازم يصير في خطة القادسية اليوم ويلف حيحيل لاعب الفحيحي اللي قاعد يلعب عبد الله ماوي اعتقد عبد الله ماوي لاعب القادسي يعني هذا ينافي اللي قاعد تقوله ك الانديه الكبيره مثل ما اتفقنا مع الكابتن صالح الانديه الكبيره في انجازاتها كالقادسيه كها قاعد يعير لاعبينه للانديه الصغيره بانجازاتها مش في قدرها بلا شك ولك انت ليش تقول لي بس الانديه اللي تروح حق الانديه الكبيره لا 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 انا قلت انا وجهه نظري واضحه أنا افتح المجال حتى النادي الكبير خليه يطلع لاعب انا العب نادي القادسي وجاي نادي كبير الكويت وعرض لي ليش ما تخليني اروح انت اللاعب انت ما يطلع بداله عشرة وثاني شيء في شغله ثانيه يقدروا يسوونها فيها يسوونها التوأمه
يعني نادي سلمية ما عنده كثافة أو نادي العربي منطقته ما فيه عدد، أقدر أصير مثلا مع نادي الفيحيل أو منطقة نادي الجهرة أو نادي النصر في كثافة سكانية، أقدر أصير مثل التوأم. أنا أجيب له مدربين وأنا أرعاه وأنا مثل ما خالد عفوا عندنا مثال حي، نادي الكويت. نادي الكويت يمكن بدأ أنه أخذ من الأندية وكون نفسه وبدأ ينافس. حاليا لما تشوف اللاعبين نادي الكويت ثلاث أرباعهم من أبناء النادي من المراحل، صح، من المراحل من الناشئين من الشباب من الشباب، فبدأ يعتمد لأن من الأساس بدأ أنه يعتمد على اللاعبين الصغار، وفعلا الحين قدر أنه يدمج بين المجموعة القديمة والمجموعة الجديدة. بس لما شنو الفكرة؟ الفكرة نادي الكويت ما عنده كثافة. شوف زين الكويت هذول الحين نتكلم نتكلم على جاسم جازع وين ساكن؟ نادي الكويت ما عنده كثافة. إذا اي ما عنده بس بيخالف خلنا ولكن عنده إدارة. أنا ها هذا أنا مردي على كلام أبو حسن. الحين جاسم جازع وين ساكن؟ بالجهر. أحمد حزام وين ساكن؟ بالجهر. حسين الحربي وين ساكن؟ هذول اللي برزوا وغيرهم. أنا كنادي أنا أقصد أنا نادي أنديتي الجهرة الفحيل هذا هي الحاضنة أصلاً. أنا لم يعرف ليش راح نادي الكويت. الكثافة ما لها شغل بالموضوع. إيه بس ليش راح هذا اللاعب؟ لا ما راح اللاعب. في ناس تشتغل بنادي الكويت. صحيح. تروح نادي الجهرة. ما يروح حق نادي الكويت. ليش راح نادي الكويت؟ ليش ما جاء الجهرزي؟ لأن في ناس تتابع. راح القادسية ليش ما راح؟ في ناس تروح له. في ناس تتابع. يمكن أبو خالد أو شيء. أنا علمك ليش؟ سمعة النادي وإنجازاته. ولا وفي نقطة ثانية أهم. إنه يدري اللاعب ولده هذا ولي الأمر لما يعرف إن هذا الابن مهما برز ما راح يطلع من هالنادي، عشان كذي هو قال اختصر المسافة واروح نادي الكويت. وفي ناس ترى راحوا نادي الكويت ما توفقوا وردوا، وفي ناس راحوا الغاتشي ما توفقوا وردوا. أنا أبدأ صح، أنا ما عندي مغدرة مالية، أنا أسوي هذه هي تعتبر مثل حصالة لي. أنا يجيني الحين أنا يعني ما أتكلم على حد، بتكلم على نادينا. أنا لو بسوي فريق كرة قدم يدري أبو سليمان أنا مستعد أطلع لك 50 لاعب دقيقة بس أحط إعلان، ثاني يوم راح يجيك فوق 50 واحد. أنا لو أنا ما أقول كل الفريق تبيع، لكن أبيع لي واحد اثنين بالسلة أقدر أبيع واحد لو أسوي أعتمد نظام المدارس. صدقني هذا يجيني دخل يوازي نص على الأقل دخل. لازم يصير الدخل من حق الدخل، أول شيء يصير حوافز حق اللاعب. أنا أعطيك حوافز لما يجيني عندي دخل أبو عبيد. أنا المشكلة ما عندي. لكن لما انا يجيني ناصر لاعب مبدع وكذا واقول اعلان لاعبي تعالوا اللي يبي ترى اي لاعب جيد وكذا احنا ما عندنا مشكله. هذه الحين اللي قاعدين يحاولون المسؤولين بالكويت يسوونه اللي هي خصخصه الانديه، ايه هي اللي مثلا تؤدي الى يعني تعطي حوافز حق اللاعبين في يقعد في نادي الجهره او في نادي الكويت او في نادي العربي. تبي واحد مستثمر في فلوس فيها. نعم هي لازم مستثمرين، لازم منو مين راح يدفع المبالغ؟ ترى مبالغ كبيره ترى، وهذه دراسه كبيره. في يعني في اسئله من الناس الجهة. وفي عندي انا ايضا المباريات الثلاث اليوم. محمد الجسار يقول سؤال حق باجيه، ايش رايك بطريقه خروج اللاعبين في نادي التضامن وهل استفاد نادي التضامن؟ احد الاخوان يقول برنامج الديواني عندكم واسطه قويه لعرض الحلقه في استاد جابر، من باب المجاملات على الاقل خلوا الحلقه لايف. والله لايف والله لايف، وتعالوا والعين اوسع لك من المكان. حياك الله يا حبيبي. جيب عشاء، خلي جيب عشاء معي يعان ابو خالد، جيب عشاء وياك. والله جيب عشاء تعال. حياك الله والعين اوسع لك من المكان. وانا اخوك حسين العنزي يقول اخوي نادر ممكن تذكري لاعب واحد بارز اشتراه نادي خلال ثلاث سنوات؟ ابو عبد العزيز يقول لي كباتن، السلام عليكم كباتن، بالاخص الكابتن صالح بريتش ابو محمد، وانا مؤيد كلامه بعدم بيع اللاعب وتعويضه من قبل النادي. سعود يقول باجيه واكل الجو. اسماعيل يسلم عليكم جميعا ويقول منور كابتن صالح. الله يسلمك. احد الاخوان تفاعل مع موضوع العراق والكويت، يقول الحارس اللي ضيع، الحارس اللي الكابتن فيصل دخيل ضيع كان يا عبد الفتاح نصير او احمد جاسم. انا قلت احمد جاسم. احمد جاسم معلومتي انا اللي صح. ناصر العصيمي ابو عايض يقول اخوي نادر امسي عليك وعلى الحضور بالخير، بما ان استاذ جابر جاهز لماذا لا تقام عليه مباراه الدوري او مباراه القويه اللي في الدوري عليه الا اذا فقط كاستديو للبرامج؟ لا تستكثر علي وانا اخوك اليوم ان انا طالع فيك استديو ومو استديو للبرامج، لكن لا تستكثر علي وانا اخوك يا ابو عايض. واقتراحك مشروع، ليش ما يكون في هناك مباريات قويه مثلا في الدوري تقام عليه؟ وهذا السؤال اطرحه على معني. لازم مباراه جماهيريه يعني. هو انا اتصور المباراه الاولى الافتتاحيه الرسميه المفروض تكون جماهيريه. يعني حتى نادان والله يعني في فكره يعني متعسف معاه ابو سليمان، ودنا تكون الافتتاح استاذ جابر ايضا مو بس يعني مباراه جماهيريه نجيب احنا فريقين من برا، ودنا تكون ليش ما تصير مثل نهائي كاس الامير؟ صح، بحضور الامير بحضور الجمهور بنهائي، يعني على الاقل اعتقد راح تكون افضل من ما تكون انها من فريقين من خارج الكويت. صح. عشان ان شاء الله اترس الملعب، بالعكس يمكن اعتقد يبشرون خلينا نقول في كاس الامير ويبشرون في نهائيه، اعتقد تكون احلى ما نكون نجيب فريقين من برا. والله المسؤولين يسمعون وهذه الاقتراحات تؤخذ بعين الاعتبار، وفي ناس تؤيدها وفي ناس يقول لك والله انا عندي فكره اخرى. بالاخير
نبي نلعب على هالستاد. هذا الفعاليات لا تحرمون النجوم الذهبي انهم ما يلعبون في الملعب هذا. الحق انهم يلعبون مباراه استعراضيه مباراه كذا. والله بالعكس والله افكار حلوه. والله افكار حلوه بالعكس يعني والله. يعني هم اولى في اللعب. هذه من الامور اللي ايضا تؤخذ بها الاعتبار. حسن يقول يمسي عليكم جميعا. نادر لا تلوم الناس وقت ما تروح نادي الكويت تحديدا اهتمام واداره. للعلم انا عرباوي متعصب واخوي وديته الكويت وكاتب العربي اعتقد قصده الكويت. سامي يقول من عوامل استقطاب اللاعبين هو الاهتمام وحل مشاكلهم والتركيز على العوامل النفسيه وهذا سر نجاح نادي الكويت من وجهه نظره. بتعلق على سؤال كلمه مال اللي قالك تضامن وين راح محمد الجسار؟ اي مال التضامن لا هذه مشكله عندهم اداره. احنا شوف انا واحد لا يفهم كلامي غلط. انا لما اقول بيع اللاعبين يجب ان يكون هنا يجب ان يكون هناك نظام مدروس من الاداره لبناء بناء مدرسه كرويه داخل المدرسه. حتى عمليه البيع والشراء وحتى التطعيم اللاعبين لازم تكون منظمة مو عشوائية. يعني لاعب زين طلع يلا تعال كم عطينا 50,000 100,000 اخذه طلع برا. لا يجب أن يكون هناك شيء منظم جميل. أعرف شنو يطلع شنو يدش شنو اللاعب احتاجه ما احتاجه. نقطة على السطر نفتح ملف مباراة القادسية والفحيحيل انطلاقة الجولة الخامسة من عمر دورينا دوري بيفا. القادسية زار مرمى الفحيحيل 4 مرات. بدران بدر المطوع اليوم آخر مباراة له قبل الالتحاق في دورة خاصة في جهة عمله في الأردن لمدة شهرين بإذن من جهة أو إذن من مجلس إدارته بالموافقة. هدف فهد الأنصاري وأيضا بالخطأ من مدافع الفحيحيل سجل الهدف من الأهداف الأربعة. هذا الهدف الأول فهد الأنصاري. السؤال الكباتن هذا كوبي من جول العربي. كوبي من جول العربي يعني تحس أن في هناك تكتيك أو معين مدروس. هذا التكتيك اللي نتكلم عنه احنا ما احنا السيرو التحليل الإخوان في السيرو التحليل مكفين وموفين. لكن السؤال اللي يطرح أمامكم كباتن اليوم كانت أول مباراة القادسية بعد اسناد المهمه للكرواتي كوفازيتش اعتقد هكذا اسمه المدرب الجديد لفريق القادسيه عوضا عن مدربنا الوطني اللي كفى ووفى راشد لبديح. وائل سليمان نقدر نقيم المدرب مش تقييم نقدر نقول هناك في لمسات للمدرب ولا صعب حتى الحديث عن هذا الجانب في اول مباراه. ابو طلال اول شيء مبارك نادي القادسيه الفوز وقول هارد لك نادي الفحيحيل. المباراه طبعا كانت من طرف واحد الفحيحيل ما كان موجود بالمباراه نهائيا ولا هجم تقريبا اي هجمه تذكر. قدر القادسيه يسيطر على المباراه من اول 7 دقائق سجل الهدف الاول وقدر طبعا يسيطر على المباراه كامله. اعتقد ان هذه لغايه الان مو مقياس. اعتقد المباريات القويه راح يبين تاثير ويبين لمسات المدرب ولكن انا ما اعتقد ان يعني تصوري ما اعتقد انه راح يضيف شيء اكثر من اللي اضافه ابو سالم لان اعتقد ان ابو سالم يعني ادى اداء مميز في هذه الفترة ولكن طبعا إغالته هذا طبعا شيء راجع لمجلس الإدارة. كابتن ناصر الغانم والله ما في الأفضلية طبعا حق القادسية مسيطر على الكرة مسيطر على الملعب. فريق الفحيحيل مدافع في أكثر الشيء زين في الفحيحيل أنهم مقربين المسافات بين اللاعبين في المنطقة الدفاعية لكن استحواذهم على الكرة بدون فائدة. والغادسية يعني لعب أفضلية ولعب يعني بدون مجهود يعني بدون بذل أي مجهود قوي يعني ما في ندية يعني الفريق الثاني اللي هو الفحيحيل ما يعني ما في ندية مع فريق الغادسية. أبو حسن في لمسة تحسها ولا مثل ما قال الكابتن وائل صعب الحكم الآن على المدرب أتكلم عنه يعني أنا اللي راح أحكم يعني الآن وحتى في المستقبل يعني. شلون يعني يعني أنا ما أقلل من شأن المدرب لكن هذا مدرب لياقة بدنية شو اللي عرفها في الأمور التكتيكية والأمور لكننا يعني فريق القادسية فريق الكويت هذا الفرق تنجح أي مدرب. فأعتقد أن فريق القادسية ما أعتقد أنه راح يجي مدرب يعني يترك بصمة في الفريق. فريق ماشي على الأوتو يعني ما لاعبين منتخب اللاعبين لهم تأثير كبير على يعني لا شك انه يعني ما اعتقد انه راح يأثر القادسية والكويت لكن الفريق القادسية بس تحتاج انت يعني حتى لو انا بمشي مع رايك بس تحتاج المدرب في اوقات او في مباريات معينة العفو من الاخوان اللاعبين الفحيحيل او نادي الفحيحيل او فريق الفحيحيل يمكن علو كعب القادسية عليهم اليوم خلى المباراة وكأنها من طرف واحد لكن القادسية باشر اذا اصطدم بالسالمية بكاظمة بالكويت في المباريات القادمة لابد قراءة من المدرب. هو لا شك طبعا
احنا ما نقول انه والله ما راح يكون تاثيره صفر في النيه، لكن هو كل ما يستطيع ان يعمل هو التشكيله والتبديلات فقط لا اكثر ولا اقل، لكن انه يعني بيضيف شيء للفريق ما اعتقد انه راح يضيف شيء للفريق مانت القادسيه. ما راح يضيف شيء صالح؟ في زمن راشد ذيح لم يخسر الفريق يعني شوف يعني مباراه اليوم صحيح. نادر ما نقدر يعني نحكم عليه باي اي مدرب صح. بغض النظر الناس ما قاعد بحسب مدرب لياقه بدنيه ولا بالعكس، يمكن لو مدرب لياقه بدنيه يمكن اكيد دارس وعنده فكر تكتيكي يعني يمكن يعني غير من شكل نادر القادسيه، لكن احنا اليوم ما نحكم عليه بالامانه. حتى قالت مثلا كابتن راشد ذيح مثلا خلينا نقول يعني كابتن راشد لما مسك نص الموسم خلينا نقول اللي فات حقق لك كاس الامير، وصل نهائي كاس اسيا لو مو توقف صاير صحيح. في الجولات اللي موجوده تعادل لعبه واحده مع ند العربي، يعني مو تعادل سهل مع فريق سهل تقول العربي يعني اللي بتعادل يعني عرفت نتائجها كلها طيبه بغض النظر عن المستوى، يعني يمكن مستوى كل الفرق اللي قاعد نشوفها بالدوري الكويتي من العام ما حد على مستوى اسمه لا الكويت ولا القادسيه ولا العربي، يمكن العربي كان شاذ العام بحكم انه كان غايب فتره طويله وشفنا الموسم اللي فات، لكن كابتن راشد يعني خلينا نقول احنا المدرب ينغاص بنتائجه. راشد من مسك ليه اغالته اللي مباراه خلينا نقول اللي قبل هذه نتائجه كلها من صالحه، يعني ما على اي ممسك اوكي كمستوى احنا قاعد نشوف كل مستويات الفرق قاعد نشوف نفس الشيء كلها بالنازل، مو مستوى الفريق نفسه اللي احنا نعرفه سواء القادسيه او الكويت او اي فريق ثاني. اعتقد اغالته يعني استعيلوا عليها، ما كان في سبب خلينا نقول سبب معين انه خسر، ان القادسيه مبتعد عن فرق الصداره، بالعكس هو مع فرق الصداره قاعد يمشي حاليا متصدر إيه يعني يعني تعادل لعبه بعد المباراه 13 نقطه وهو في الصداره بحكم انه يعني خلينا نقول الباشا راح يلعب السالميه ناقص لعب السالميه فاز راح يكون ايضا، لكن اغالته بحكم نتائج ما اعتقد انها لها سبب، لان نتائج من مسك حقق كاس الامير وصل نهائي كاس اسيا بالدوري متعادل مع العربي بس، يعني اعتقد شيلته وايد مبكر عليها. شيء تكتيكي احنا قاعد نشوف القادسيه يمكن من قبل شيله كابتن راشد من العام هذا نفس المستوى، يمكن كابتن راشد لمية رفع شوي في المستوى، اعتقد شيلته كانت مستعين عليها وبدون مسببات. بدون مسببات لا لازم في سبب، اذا سبب اداري ابو عبد الله لا أنا ما يصير شيلته من غير سبب. انا ما دافع عن اداره نادي القادسيه ولا عن ولا راشد بديح كمدرب، اكيد في سبب. انا ابو عبد الله اتكلم عن النتائج كنتائج ماشي، ما انت تشوف يعني مسببات كنتائج نتائج ماشيه زين هذا بس ايش تبي من المدرب؟ شنو علاقه اللاعبين بالمدرب؟ هذا شيء ثاني احنا ما نعلمه، يعني هو يعني شيء اداري شيء علاقته مع بعض. احنا لك احنا اول بدايه كلام عبد الله قلت نتائج اذا اللاعبين عفوا يعني على الكلام هذا اذا اللاعب محترم اداء المدرب ومقدر ان هذا المدرب اللي امامه استفيد منه او ما استفيد منه. زين ابو عبد الله هذه نقطه مهمه يعني أكيد. كبيره يعني اعطوني بس الصوره اللي محطوطه على الايباد لما مشكورين، لما تقول لي في مثل هذه الصوره معنا، يعني هذا ايضا بادره من الجهاز الاداري ومن اللاعبين قمه الوفاء في فريق القادسيه. يعني اعتقد هذا هذه اللوحه هذا ابلغ رد قبل مباراتهم على الفحيل، ستظل في قلوبنا يا ابو سالم، فكل الشكر والتقدير لك اخوانك اللاعبين واعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي في فريق القادسيه. هذه يعني هذا يعني ابلغ رد وابلغ رساله يعني الاداري لمسه وفاء منه الفني اللي شاله وطلال عفن. يعني احنا نتكلم قبل البرنامج انا ابو حسن الحرب اللي تم شنها على ابو سالم كان الرجل عامل كارثه بنادي القادسيه كان بالمركز الاخير وكان ما فاز ولا بطوله وكان يعني الحرب من يعني شهر وبعدين اغاله وكل مباراة تطلع انه وصلوا لانه مغال هو على لسان الكلام وصلوا لانه مثلا يقدم استقالته او نشيله، فالامر اعتقد انه يمكن يعني متعدي اللاعبين يعني امور اداريه. انا اعتقد انه اكثر من شخص قاعد يسال اسئله عن الاستاذ من عيوني والله بالله، الاسئله كلها راح يسالها لما يكون في معني لان اجو اسئلتكم مشروعه. عبد الله ابراهيم يقول امسي عليكم بالخير يا ابو طلال واتمنى التوفيق للمدرب الاصفر واتمنى جمهور القادسيه ما يعطي الفوز اكبر من حجمه والاختبار الحقيقي امام الساميه. ناصر العصامي مشكور يا ابو عايض تستاهل الطيب، وادري هذه من حرصك وانا اخوك وتبقى اخو غالي وانا اخوك. عادل البدري يقول انا والله انا قد ساوي بس هذا مو فريق اللي اعرفه، مباراه ممله ولاعبين مو مكمل. الحكم العزيز حمد ابو جارو يقول من اسباب انتقال اللاعبين من الانديه الصغيره للانديه الكبيره بسبب سياسه الاتحاد واهماله في اختيارات المنتخب، هذه ايضا وجهه نظر اخرى. طلال العصيمي يقول شلون مدرب لياقه بدنيه يصير مدرب شيء غريب. فهد الفهد يقول لو ابو علي المدرب الجديد عنده ليسن تدريب ومشكله القادسيه الاداره فقط مالك لو
ابو علي المدرب ما فهمته. عبد العزيز حسن فيما يخص الاستاذ ايضا الاسئله راح تكون مع المعني. الاخوان عملوا استطلاع مع الجمهور القادسيه. لا ما ندرى هذا راس هيكل ظهرت معك. شوف هذا انا شاك باللي تو فرش هذا انا شاك فيه. بتشيك لايف ولا لا؟ قاعد لايف ولا لا؟ لما تاكد انه لايف ياك بشكله ياك بشكله. عموما خلونا نشوف هذا الاستطلاع الخاص بالمباراة القادسية والفعيل بعد نهاية مباراتهم. صفر ظل النتيجة على هالأداء. فريق بلا هوية بلا شيء ماكو مدرب شنا مو موجود بس تو الناس تو المدرب يعني بسم الله حتى مباراة واحدة ما خلصت يعني لأنه مو ما أعرف سامع عنه أنه مدرب لياقة مو مدرب يعني لا درب فرق درب فرق نصر درب أربيل العراقي عنده أوكي بس مو عن بس هويته مو موجود مو قاعد أتكلم تشوفه يعني مو نفس يعني جنرال كذي ماكو كلش ولا مورينيو تعرفه كان مترجم شوف الحين ما يوصل مورينيو غير ادري بس شوف مدرب يعني تشوفه مو قاعد يسوي شيء ماكو مو قاعد يوجه ماكو شيء واقف على خط الريال وقاعد يكلم لاعبين يعني شيء يدش يقول لا التشكيله ما فايزين 2-0 اساسا يعني ما تقول خسرانين او متعادلين زين بس الاداء صراحه لا مرضي يعني مع حيل يعني احترامي لهم المفروض اكثر يعني صراحه انت كنت تفضل طيب خلقنا والله بشان اخر انت كنت تفضل ان مدرب راشد دياح يستمر ولا ان تم اقالته او استقالته والله كنت اتمنى يستمر صراحه كنت مع السمار اي نعم ليش والله انا مع متجانس مع الفريق فاهم عليهم وهو مع النادي كل ما ني النادي نحضر تمرين نشوفه من سنين يعني هو موجود معهم ولد النادي اي والله انا اشوف احسن من الاوروبي يعني سالفه ولد النادي اوكي نقدرها بس على ارض الملعب ما لها علاقه يعني ولد النادي ولا غريب جاي كمدرب متعاقد معاه يعني ما لها علاقه هذه المقياس انك شنو تقدم انا اشوف كانك افضل موجودين يعني فرصه متاحه لنا راشد ديح ماكو غير انا ودنا يعني محمد ابراهيم مدرب اوروبي قوي بس هذا الموجود راضين فيه مع انه زين يعني زين بس مو من المستوى اللي نبيه يعني صراحه ايش رايك باستقاله كابتن راشد بديح وتعيين المدرب الجديد داليبور والله الجديد ما اعرف عنه معلومات يعني بس بديح ولد النادي ولد بطنها صراحه وزعلانين جدا انه طلع ولد بطنها ما بطنها على عيني وراسها هذه احنا نتكلم عن مستوى فني نادي فهو انسان يعني كنت قلبه وحياته كلها بالنادي يعتبر بيته هذا يعني انت ما كنت مع اقالته يمشي لا بالعكس بعدين يسوى كل شيء زين سواه حق النادي وتعادل العربي صراحه مو جريمه مدربين كبار بالعكس العربي فريق ما يستهان فيه وتعادلنا معاه بالاصابات اللي عندنا والغيابات والحمد لله كان ما قصر رايته بيضة صراحة ايش رايك بالأداء 2-0 الشوط الأول كأداء ما في أداء كنتيجة حلوة بس أداء ما في يعني يمكن كل مرة نقول يمكن ويمكن ويقلنا مع عبدالله يمكن والحين قاعد نقول مع المدرب هذا يمكن والظاهر من ظل آخر موسم احنا نقول يمكن يمكن ما أدري ليه متى يمكن أنت شنو الأهم عندك الأداء ولا نتيجة تبي أداء تبي الجمهور قدم أداء ونتيجة تبي بطولة خذ بس الفوز بس اذا تبي جمهوريه قدم اداء جمهوريه على اداء يعني الجمهور اذا ما في اداء في لعب ما هيك جمهور صدقني في جمهور يبي يستمتع تستمتع انت تبي اوكي الفوز مهم والنقاط قاعد يعطيك المدرب والفريق فوز خلاص هذا اللي يجيب لك البطوله اخر الاسبوع تشيل الكاس او تشيل الدوري اللقب تستانس هذا اللي تبي ما تبي جمهور لا اكيد انت الحين ليش طالع لعبات مثلا برشلونه الريال الاهلي الاتحاد مستوى متعه اسماء لاعبين فنيات وايد امور هذا كره القدم ضروري فيها النتيجه اوكي
اول شيء مهمه، بس هم المتعه اللي لما انا اقول والله القادسيه اليوم بدعوا، تاكد اللعبه الجايه بيجي معايا اثنين ثلاثه، اللعبه الجايه لما اقول القادسيه اليوم مو طبيعي شيء بيزيد بيزيد الجمهور. اما اذا كذي انا بروح انا اللي جاي الحين اقول ماني جاي بعد على المستوى هذا، ما في مستوى. شوف انا ما في لعبه حق القادسيه تطوفني من الثمانينات، بس في ناس يتاثر بالمستوى. انا اي حق الفدر مستوى من غير مستوى مدرب حق الفدر حق اللاعبين، بس في ناس يبي حق المستوى. صدقني والله لما تجيب لاعب زين يجيك الجمهور، لما تجيب لك محترف زين يجيك الجمهور، لما تقدم مستوى زين يجيك الجمهور. اما على الرياضه هي تعبانه ومستوى ما في، وقوال حتى القوال شنو قوال ترى؟ قوال خطا من الدفاع وكورنر ما في لعبه. يمكن اللي التقيتهم من الجمهور يقول لك مو ذاك المستوى، مو ذاك الاداء اللي القادسيه قدام الحين، مع احترامنا لا تأيدهم هالراي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله أيدهم، القادسيه اليوم تعبان بالمره، تعبان بصراحه، مو ذاك الفريق اللي مثل قبل، تعبان تعبان وصف تعبان ترى شديد شوي، يعني 2-0 انت فايز وتو اول مباراه حق المدرب الجديد. اي والله يمكن خطه مدرب على اساس انه عنده مباراه مع السالميه يوم الثلاثاء، يمكن ما يبي يكشف اوراقه كلها يعني، وان شاء الله يشدون حيلهم ان شاء الله. بالضبط. ليش توصفون ان الفريق اداء سيء؟ انه يريح، انت مباراه قويه مع الساميه، فممكن قاعد يريح، قاعد لعب تكتيك مغاير، مبين من طريقه اللعب، لعب تعبان، لعب القادسيه اليوم تعبان مو مثل قبل. هو يبي ثلاث نقاط، يبي ثلاث نقاط، بس نبي هم لعب حنا، يعني نبي لعب نستانس بعد، الجمهور يبي يستانس في اللعب. بس النقاط اهم من المستوى مثل ما يقولون. لا ما دوري هذا تبي نقاط انت. طبعا ابي نقاط، ما ابي لعب بعد، انا جاي استانس اشوف اللعب. العربي الموسم اللي طاف مستوى مستوى مستوى، اخر شيء راح على الدوري، شفت شلون ما فاده؟ من العربي؟ اي العربي صارت مشاكل اداريه عنده، مشاكل اداريه صارت اكثر من مشاكل في الملعب. شكر للعزيز رياض العبادي على هذه اللقاءات اللي خص فيها الجمهور بعد نهايه مباراه القادسيه والفحيحي. خالد بناشي مغرد ويانا، خالد المفروض موجود ويانا، يقول حياكم الله بالاستاد وفريق العمل الاستاد بخدمتكم، وسامحونا على القصور، ونبشر جمهورنا بالخير واللي تمرون فيه على. مشكور يا خالد على كل ما قدمته لنا وتسهيل مهامنا وقواك الله، يعني اعرف جهودك مع ايضا مخرجنا العزيز عادل موسى خلال الفتره الماضيه، وبصفه زميلنا ايضا مخرجنا عبد الله السيف خلال تجهيز لهذه الحلقة، فمشكور يا خالد على تغريدتك معنا. أبو سلمان يقول شكرا لهيئة ممثلة بالحكومة على افتتاح هذا الصرح الرياضي، وفعلا كانوا قول وفعل، ونطالبهم بوضع إدارة متخصصة للحفاظ على هذا المشروع الضخم. أبو عبد الله يقول ما تتوقعون راح نتفشل في أي مباراة إذا صارت على الأستاذ جابر؟ من وين يجيب جمهور عدده 60,000؟ ما نبي نقل تلفزيوني. نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، القادسية والجيش السوري والاتحاد السوري، اسف، ابلغ رد. شفت الجمهور قد ساوي شنو سوى، هذا ابلغ رد، هذا ابلغ رد. في بعض الانتقادات، اخوي نادر انتم تجاملون راشد البديح عشان وطني، والاجنبي تنتقدونه وبالذات الهاجري. كلام الهاجري غير منطقي، شنو معنى المدرب ما يضيف شيء او الفريق ينجح؟ المدرب حلوه يعني اذا خسر باكر، مو يقول ترى السبب المدرب. برد عليهم، احنا ما نقلل، لكن يعني اذا اللاعبين والجهاز الاداري والجهاز الطبي يعني مقتنعين في ابو سالم، احنا ما ندافع عنه علشان وطني. احنا مشكلتنا الوطني دائما محارب، وتسخر له الاعلام يعني الماجور، تويتر وال ممكن دقيقه
انا اقل من اني انا اصلح لك بس. ما اقول انا ما اتكلم عن الاعلام كقنوات ولا كصحف ولا كذا، لا لا انا اتوقع حتى المغرب، حتى المغرب محشوم ما في احد ماجور. الله يرحم والديك، انا اقل من اني اصلح لك. اسف اسف اشكرك يا محسن، اشكرك يا محسن. لكن لان احنا سمعنا ان هناك يعني من اعضاء مجلس الاداره يعني من حرك مغردين وحرك صحفيين على مهاجمه راشد بديع، رغم انه يعني ابو سالم لو تقول في لغه الارقام ما عليه اي انتقاد، يعني ما عليه انتقاد، يعني الفريق الان متصدر، ويعني ما انا ما ماني عارف شنو سبب اللي قاله، يعني شنو سبب اللي قاله، يعني اذا اللاعب يبي والجهاز الاداري متعاون بقياده الكابتن محمد بنيان وابو يوسف الحقان عبد الله الحقان والجهاز الطبي كذلك، يعني جاب لك كاس الامير، بعد كاس الامير يعني ذكرنا المعلومات يفترض، لا يعني انا بعد كاس الامير انت اتخذت قرارك يا مجلس الاداره بتجديد العقد، معناها انك انت مقتنع في هذا اللاعب، شو اللي تغير؟ يعني ما خسر الفريق قدام واقع برضا او بعدم رضا امام واقع، راشد ديح كثر الله خيره توكل على الله برضا وعدم رضا، بس الريال ما شاف منه الا كل خير الاخوان في نادي القادسيه، واتوقع ايضا هذا الشيء ان الاخوان في نادي القادسيه ما راوا راشد ديح الا الخير. انا اليوم شفت هذه اللوحه، هذه قمه الوفاء، قمه الوفاء من اللاعبين والجهاز الاداري والطبي، ما هي قريبه على اللاعب القادسيه ولا على جهاز الاداري ولا الناس على الناس تكلمك عن جزئيه ان تقول هذا المدرب انا الحين ما اقدر احاسبه، لكن بعدين يقول لك وقت الخساره بتحاسب، الحين ما تحاسب، لا لا ما راح احاسبه، لكن انا ابي يعني السؤال اللي يطرح نفسه، السؤال اللي يطرح نفسه، انت الحين قبل لا تقيل يعني انا كمجلس اداره قبل لا اقيل صالح البريتي اللي هو مدرب الفريق، ما تم لابد اني انا اجي اقول لك يا كابتن صالح انت عندك انتقادات، في عندك اخطاء كذا 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 كذا، والله بعد شهر بعد شهرين تعال يا كابتن صالح والله احنا قلنا لك الانتقادات كذا كذا كذا، احنا شفنا الفريق مثل ما هو والانتقادات موجوده والحين قدم استقالتك او نقيلك، لكن يعني ما حد قاعد مع راشد وقال له والله انت فيك كذا ولا فيك كذا ولا فيك كذا ولا فيك كذا، لكن صعب انا اقول لك صعب انك تتعامل مع فريق بغض النظر القادسيه وغيره، لما تتعامل مع فريق 12 لاعب و13 لاعب المنتخب امر طبيعي جدا اني انا راح اكون احسن مدرب عند محمد باجيه اللي يلعب، وراح اكون اسوأ لاعب اسوأ مدرب عند صالح البريتشي اللي لاعب منتخب ما يلعب اساسي، فالامر طبيعي في جميع انديه العالم ليس في نادي القادسيه ولا غيره. انا ما سمعت تعليقك على مباراه القادسيه والفيحين. مباراه القادسيه والفيحين كانت عاديه من طرف شفته الفاصل ما طرح هذا هذا ضد هذا العطر والله ما كل ما اتكلم هو شوف انا ب 50 شو يسمونه 50 الف دينار اللي يقضب هذا راعي البدي عندك 50 الف دينار 50 الف دينار بس ما قلت لك انا شنو كويتي ابوك دينار شنو لا انا بقول بالنسبه لمباراه الفيحين مو مقياس طبعا فريق متكامل هذا لكن انا بقول كلمه بالنسبه للاخ راشد خلينا نرجع شويه جاء في مهمه طوارئ او مثل ما يقول احنا دائما ابو حسن يقول المدرب الوطني مظلوم فعلا مظلوم هو دائما يكون مدرب طوارئ جاء في مهمه كان القادسيه مو مستواه فجابوا راشد سعانفي وقبل المهمه بكل صدر رحب كابن النادي وابن مباراه بدون اي شروط اي بدون شروط طبيعي اي مدربين وطنيين دائما والله ما يشرطون ولا اي شيء خذ المهمه وقدم نتيجه وجاب كاس الامير لكن احنا في نقطه ان مجلس الاداره له الحق في اتخاذ الاجراء اللي يراه هو مناسب لكن يبقى ابو سالم كبير ومدرب متمكن ونتائجه تشهد له وتاريخه يشهد له وهذه هو ما جاء الا بدال واحد وهو عارف انه جاء عشان يمشي عفوا ابو طلال يعني هو موجود بالنادي يعني اللي بالانديه الموجودين الحين ايه؟ ما في يعني ما في يعني مدرب لا اسم رنان ما في صح كل انديتنا ما اسماء يعني مدربين مشهورين معروفين مثل ما كانوا في السابق يعني عندنا يبون يعني مدربين عليهم القيمة مدربين يعني اللاعب يستفيد منهم إذا تمرن معهم يستفيد منهم استفادة دولية يعني مو عبد الله لو لاحظ آخر 5 سنوات مدربين الوحيدين يمكن اللي كانت بصماتهم بالأندية الكويتية محمد إبراهيم بن نواف مع نادي القادسية وايضا مع نادي الكويت العام لا انا ما اتكلم بشكل عام انا اتكلم انت تتكلم على نادي القادسيه او نادي الكويت لا ابو عبد الله على الدوري لا انا ما اتكلم عن الدوري انا اتكلم دوري عندك دوري هابط الدوري عندك هابط لا ابو عبد الله انا اتكلم لما يفوز فريق مثل القادسيه او الكويت على فرق يعني مع احترامي مستواهم هابط
هني ما اقدر انا اقيمهم. لا لا ابو عبد الله نتكلم عن تجربه محمد ابراهيم العام مع نادي الكويت. نادي الكويت العام كان فيه هبوط ولكن قدر ابن نواف انه يحط بصمته. محمد ابراهيم وبونياك فعلا اللي قدروا انه يحطون بصمتهم بالانديه. الجاهره بونياك والعربي ومحمد ابراهيم انا اشوف خلال 5 أو 6 سنوات. سليمان على المستوى شنو اللي يحط بصمته؟ تكلمني عن المدرب وعبد الله ما يخالف. احنا خلينا نتكلم عن نادي الجهر على سبيل المثال. نادي الجهر على سبيل المثال الاتحاد يسوي الفريقين. نادي الجهر على سبيل المثال هذا احتكاك ما فيه الخارجي تضغيط على نادي العربي تحقق معاه قفزه. الكويت غير يعني مستواه. اذا احنا فكرنا كرياضيين بهالتفكير هذا ما يعني انا اشوف الدوري زين. يعني الدوري الحين بالنسبه لنا كتفكير زين المستوى. لا مو زين. لا ما حد يقول زين. لا مو زين ابو عبد الله. لا حتى بتقول احنا ما نقيسها. لو انا وياك موضوع كنا لازم نقيسها على فرق زين ونقيس مدربينا شلون يتعاملوا مع الفرق زينه. لكن احنا شنو المشاركات اللي عندنا غير الاتحاد كاس الاتحاد الاسيوي والدوري؟ بحكم نظامنا. بحكم نظامنا ايوه بحكم نظامنا لازم تغير. شنو تغير النظام كله؟ احنا نتكلم عن واقعنا الحين ما نتكلم عن مشاركات. قصد ابو عبيد انه ما في اسم مدرب حق المنتخب قصدك؟ ولا حق الانديه؟ لا حتى الانديه يعني احنا احنا سنه من السنين دربنا جوبير زين ودربنا ميركو. هذيلي كانوا يقعدون يم زجالو مدرب منتخب البرازيل يعني كمستشار. مدربين على مستوى عالي يعني مو يمكن الحين مدربين اسعارهم غاليه. زجالو مدرب منتخب الكويت ابو عبد الله اخر 10 سنوات 15 منو كان مدربين منتخب الكويت؟ مع احترامنا وتقديرنا لهم كتاريخ ولا كانجازات منو قاعد يستفيد منهم؟ اللاعب مو قاعد يستفيد منهم عشان خلي المدربين يستفيدون منهم. حالياً مدربين الآليين حاليا غاليين. نتكلم عن مدربين الحين منتخب الكويت حتى 10 سنوات الاخيره. زين خلينا نعطي الفحيل ايضا جانب. صعب انه يقارع القادسيه، صعب انه يقارع الكويت، صعب انه يقارع الفحيل واقعيا اكيد ابو طلال يعني حتى فنيا. لكن يعني اوكي تصدف لعبه راح تتعادل مع الكويت او تتعادل مع فريق كبير، لكن مو كل مباراه راح تمشي معاك سواء اذا انك بتدافع انت وتعتمد على الدفاع. يعني احنا شفنا العام مثلا الفرق في حيل قاعد تطلع منهم نتائج 1-0 1-0 الكويت العربي. يعني الفرق الكبيره قاعد تطلع منهم خلينا نقول طلعت روح 1-0 اي بشغله، لكن مو بمستوى فني، بدفاع تكتل دفاعي ويعني ما في شيء فني قاعد اليوم. سمعت بالاستديو التحليلي ما ادري تايد الاخوان في الاستديو التحليلي يقول لك كان الفحيل يبي يخرج من المباراه اوكي مهزوم لكن باقل عدد ممكن من الاهداف. تتماشى مع مثل اللي يقول كذي؟ صح. يعني ما شفنا احنا مباراه اليوم يعني كان في حين يعني ما شفنا ولا هجمه رغم الكره اللي كانت كورنر وشاته وطلعها دفاع الدفاع القادسيه. صحيح. لكن غيره ما شفنا شيء. يعني ايضا اخوي نادر يعني حتى اذا بتلعب انت يعني يمكن ابو حسن وسليمان وكابتن ناصر حتى كابتن محمد يعني حتى انت اذا بتلعب خلينا نقول دفاع لكن لازم يكون عندك خطه بعد ما تمتلك انت الكره. لازم يكون عندك استحواذ في الملعب، لازم يكون عندك خطه خلينا نقول هجمه عكسيه للفريق. لكن انا ادافع واقطع الكره واسلمها للفريق الثاني انا ما سويت شيء قاعد يزيد علي ضغط. لكن لما تكون لما اكون انا ادافع واقطع الكره لازم يكون عندي وسيله ثانيه لما تكون الكره معي. لازم اتميز عندي لاعبين اسراع، عندي مثلا استحوذ بوسط الملعب، اطلع الفريق لفوق. لما اقطع واسلم اقطع واسلم الفريق الثاني راح يسمع علي الضغط الضغط لين ينسجل علي هدف او انه راح اطلع مباراه 0-0. لكن مو بكل مباراه على قولتهم راح اطلع بنفس النتيجه 0-0 او اني انا اخطف هدف. لازم تهاجم، لازم عندك فكر او تكتيك ثاني بعد ما تستحوذ انت على الكره. مو قادرين يبنون هجمه. مو قادرين يبنون هجمه نادي. لا انا الفحيل يعني من زمان ما شفتهم بس بالمستوى هذا مستوى كارثي. يعني ماكو ما عندهم يعني اللاعبين اللي تبني هجمه من الوسط من الدفاع. يمكن كان لاعب بس ما كان مجهودات فرديه كان يعني ياخذها بحكم سرعته ولاعب يعني مهاري تسكيرهم يعني الدفاعي كان يعني كفرديا يعني تسكيرهم الدفاعي ممكن يسكرون المساحات بس لكن استلامهم الكره مو عارفين. يعني للاسف نادي الفحيل بعد يعني انا شفت ترى بدايه المباراه التشكيله عندهم نقص كبير في اللاعبين يمكن لاعبين صغار. اعتقد انه 4 لاعبين أو 5 لاعبين ناقصين. زين نسال ابو حسن ممكن سؤال انا اقدر اساله كابتن؟ تفضل يا مذيعنا المتالق نسال انا ممكن انا اصير بدالك بس دقيقه بس شو اللي تغير؟ نفس المنطقه وكنتوا نجوم قبل ليش الحين يعني شو المشكله يعني؟ هي وقفت على الفحيل يا ابو خالد. لا لا مثال عشان هم يستفيدون ترى انت خبره يا كابتن تعطيهم. انا نفس الشيء اسال والله انا ماشي الحين لو مو ماشي نفس السؤال راح اسال. لا انت بخبرتك شنو راح تقول؟ والله انا احاول ادلي بدل لا لا بي انت ابن الفحيل.
ما لنا شغل الحين بالاداره، اللاعبين هل الاولياء الامور مثلا ما يرضون اتجهوا ان الولد مثلا يدرس كذا اختلف يعني ايش؟ لا هو اللاعبين اللي عندنا ترى كلهم صار هذا فريق داح مبارك الهاجري الله يذكره بالخير الحمد بالسلامة وصل بالعلاج فريق 18 حصل على بطولة الدوري والإدارة صعدت هذا الفريق على أساس أنه تحصد ثماره في المستقبل يعني لأن أنت عارف المشاركات الحالية ليس فيها صعود ولا هبوط حبوا يضحون في النتائج في سبيل انه يخرج حصل وين الفريق اللي صعد اللي فاز بالدوري درجه ثانيه قبل 4 سنين و5 سنين تقريبا لا يقل عن 8 لاعبين و9 لاعبين مثل ما تفضلت في البدايه عن النصر 14 لاعب او 15 لاعب من الانديه الاخرى احنا بطلال احنا كلام ابو حسن يعني على ما تم انا اسمعها صار لي يمكن 20 سنه ان ان ان, إن شنو نعد فريق حق 5 سنين زين زين لمتى من 20 سنة أنا أسمع الكلام هذا وما شفت أكو فريق يعني الأجيال على القيمة بس عبد الله أنتم بالذات الحين ترى خذوا منكم كأس الأمير هذا الجيل اللي ما ينسي يعني أنا ما شارك شلون طلع أنا ما شارك كلمو شاركت المباراة الأولى شاركت المباراة الأولى كأس لا كأس الأمير هذا هذيك غريبة مباراة شاركت في المباراة الأولى تعادلنا فيها ما أدري الثاني ما كان موجود الثاني ما كان موجود فيها في حيل ابو سليمان يعني صعب اني اقارن بالجهره فريق الجهره اكثر تطورا اكثر رغبه اكثر تحقيقا للنتائج حتى يعني ينافس يعني انا اشوف الجهره من فرق المنافسه لكن في حيل انا اتفق مع ابو خالد محمد باجي انه يملك خامات كابتن صالح بريتشي لما يقول في اجتهادات فرديه من بعض اللاعبين لكن شنو ينقص مثل هذه الانديه اذا نتكلم على الكثافه موجوده النوعية يعني نوعا ما في بعض اللاعبين يكونوا مميزين ولكن أبو حسن يقول 4 أو 5 لاعبين يعني فريق بالمركز التاسع لعب 4 مباريات عليه 5 أهداف ولها 4 أهداف واليوم عليه 4 عليه 9 فما في يعني حتى بالجدول وحتى العام وقبل العام وطلال نفس المستوى ونفس الأداء ومثل ما قال أبو عبد الله كل سنة نسمع وبكل بداية موسم والله احنا نخطط لقدام وحنا نخطط للموسم الجاي ولكن للاسف لا زال فحيل فاقد هويته مع ان اعتقد انه لو يكون فيه اهتمام شويه راح ينجب نجوم او راح يكون فيه يعني فعلا خامات مميزه. جميل قبل ما تجهز بعض اللقطات للقاءات اليوم لكن عشان انا ايضا استثمر الوقت اسكر ملف القادسيه والفحيل اروح للقاء الكويت والساحل 3-0 يمكن مباراه ما كانت منقوله يمكن ما تابعتوها لكن في ملخص ان شاء الله نشوفه بعد شوي. ماشي عبد الله لكن منطقي صالح ان الكويت على الساحل 3-0 نظرا لتفاوت المستوى ما بين الفريقين يعني النتيجه منطقيه لحد ما ما اعتقد راح تكون بعيده انا شفتها يمكن بالسايت يعني مع الاتحاد يعني شفتها بالامانه يعني باول الشوط الاول كانت 1-0 ايضا الساحل ما كان بعيد عن الفيحيل يعني كان الكويت مسيطر على المباراه من بدايتها لنهايتها والساحل ما شفناه بالامانه يعني بالمباراه كلها يعني وايضا بحكم نقص ايضا نادي الكويت يعني ملاعبين يمكن 4 الدفاعات اللي ورا مو بمراكزهم مثلا مدشش فهد عوض بقلب دفاع عبد الله بريتش ملعبه باك شمال يعني حتى ايضا اللاعبين الكويت مو بمراكزهم لاعبين قدروا يتفوق على نادي الساحل نفس المشاكل اللي قاعد تواجه بنادي فيحيل احنا قاعد نشوفه قاعد تواجه ايضا بنادي الساحل مع ان الناديين هذين نادر كانوا خلينا نقول في السابق كانوا افضل مراحل سنيه الساحل وفيحيل افضل مراحل سنيه يعني الساحل بالذات الساحل بالذات اقول يعني كان افضل مراحل سنيه على ايامنا كنا ايام بعد يمكن ما لحقت على ايام عشان تكبرون بعد ايام بس على ايامنا والله كانوا افضل مراحل سنيه الفريقين هذا بالذات بالساحل ما حد كان ينافسهم يعني كان الدوري كله لهم لكن الحين قاعد نشوف حتى بالمراحل السنيه ابعاد هذا اللي قلنا كابتن نادر اللي شفناه اللي هي الاهتمام في القاعده الصغيره قاعد نشوفهم خلينا نقول انا ما لهم ترى الكويت ولا القادسيه ولا اي نادي كبير قاعد ياخذ اللاعبين الصغار يكون في الانديه هذه بالعكس هذا خلينا نقول اجتهاد منهم وفي شغل من الاداره لكن المفروض يكون في شغل ايضا من ناديهم نفسه ان اللاعبين المميزين ما يطلعون برا النادي هذا الكويت رد ها. نفس كلامي يوم الحين شوف عشان نرد نفس النقطه صدقني خلي يعطونهم من اسباب تخلون الكره الكويتيه صدقني هذا السبب اللي انا اقول لكم المشكله ما حد مقتنع انا بقنعكم هذا كلام بصلوح نفس الشيء يوم قال يقول الناشئين الفحيل والساحل من ابدع ما يمكن من يكبر خلاص ليش لان هذا اللاعب قدام احد واقف له لاعب فنان موهوب 4-5 ما يخلونه يروح خلاص
من مرة السنية دوداش ولاعب ومبدع و... ليش ما يروح؟ أنا ما أبي أجادلك. 16-17 وقطع ما يجي النادي. أربع لاعبين مثلاً؟ إن شاء الله خمسة إن شاء الله ستة. بالعكس كل ما زيد الرقم كل ما زيد بس وصل لك. خمس لاعبين بما أنك قاعد تكلم عن الساحل والكويت الحين. خلينا نفترض إن في عندك خمس أو ست لاعبين في فريق الساحل. مميزين ورائعين في مراحل السنية ومتدرجة للفريق الأول. لا قبل الفريق الأول هم يطلبونهم. هني المشكلة تصير. من يصير لا يروح خل يوصل انت تبي يروح لا يوصل فرقه اول ينتهي وهذا اللي صاير ليش ينتهي ينتهي هذه هذا كان شنو نفس النحله لما تلحق اسمه هذا مال النحل يلحق النحله هي طقه واحده خلاص ينتهي هذول الشباب نفس الشيء اذا تخلي ما يوصل ينتهي خلاص تحت 17 بغوه خله يروح 18 خله يروح لانه ما يكمل لا المثل ليش انا في يلحق النحل هذا من بس من بس ما عرفنا من اللي يلحق النحل من هو صاحب النحل انا اقول انت لا ما يدينا ان المراحل السنيه الفرق هذه تكون مميزه توصل الفريق الاول وما تقدم زين وعلى النقيض تمام يقول لك مشي اللاعبين زين شلون انا مشي اللاعبين وانا بستفيد منهم ما هو كل لاعب امشيها كابتن اللي انا نادي ثاني قصدي إيه بس زي أنا المثال قاعد أتكلم عن فريق الساحل شو بستفيد منه؟ في فريق باقي موجود هذيلا ثلاثة أربعة مميزين أنت لاعب تقدر تستغني عنه اثنين تقدر تستغني عنهم أنا أحس إني أنا مثلا في بديل لهم في كذا يوازن أقدر أطلع واستفيد وأبني وهو البرضي قلت له المنافسة أنت قلت المنافسة أنا أبي خمس ست أندية أحسن من ناديين أنت لما يصير عندك مادة راح تنافس سياستك هذه بتخلي لي نادي واحد والله العظيم هذه السياسة اللي تخلي عندك مادة وتستمر صح أنت مشكلتك إن ما عندك مادة هل يدمر العالم زين صدق متى صار عندك فلوس راح تستمر عبد الله إذا عندك لقطات من مباراة القادسية والفحيحيل إذا في لقطة للحكم اللي أدار المباراة صورة جاء يعني واضحة يا ريت تحط لي لأن أحد الإخوان يقول لي شوف حكم مباراة القادسية اليوم لبس الحكم ما عليه ولا شعار علشان أقدر أسأل فيها أبو خالد إذا عندك اللقطة واضحة إذا عندك اللقطة الواضحة عشان نسأل فيها الكويت ماشي قطار أبو سليمان شيء طبيعي ماشي قطار وأتوقع ناقص المباراة إذا فاز راح يكون المركز الأول 15 هدف وعليه طبعا هدفين أعتقد الكويت يعني محافظ على ثباته محافظ على تشكيلته وعلى توظيف اللاعبين في مراكزهم عندهم بدلاء مميزين عندهم مدرب أمانة يقرأ المباراة مدرب يعرف يتصرف في الأوقات الحرجة والأكبر دليل مباراة الجهرة كانوا متعادلين في دقيقة 97 قدروا أنهم يخطفون هدف الفوز يعني فريق يقدر يتحكم في نتيجة المباراة مثل ما يبي كون عنده العناصر هذه موجودة كإدارة فريق جهاز فني لاعبين وهذا فعلا نادي الكويت حاليا اللي ماشي فيه شوف احد الاخوان باعث يقول لي نادر الكويت اقل شيء ياخذ ثلاثيه هذا الموسم يعني احنا لحد الحين في الجوله الخامسه الكويت ناقص جوله يعني لحد الحين احنا شفنا الكويت في اربع مباريات واحد الاخوان من حقه متفائل يقول لك الكويت في درجه ايضا ثلاثيه الموسم والله كاداء وكاداره ان شاء الله عليهم يعني عليهم بارده ناس تعمل مثل خلية النحل يعني ومهيئين كل شيء حق النحل شغال نحل شغال النحل ذكرنا نفس مريحين اللاعبين الإدارة اللي موجودة يعني ما شاء الله عليهم مريحين الجهاز الفني الجهاز الطبي الجهاز الإداري المشرفين المدربين كثرة المدربين عندهم بالأشبال يعني احنا يوم لعبوا معنا مباراة في الأكاديمية قبل يومين ثلاثة يمكن عندهم سبع مدربين حق أعمارهم خمس سنين وسبع سنين وثمان سنين مدربين يعني على مستوى جيد وأولياء أمور مهتمين في عيالهم وحضرون وتشوفون المباراة مدرج مليان مدرج صغير صحيح انه صغير يمكن خمس درجات أو ست درجات كلها متروسة حتى الأولياء الأمور يعني متابعين عيالهم في نادي الكويت. إنزين. عطني اللقطة عبد الله وياك أبو حسن. عطني اللقطة عشان أسأل فيها كابتن محمد بالجية. صورة للحكم حكم لقاء القادسية الفحيحين نبهنا عنه أخونا عبد الرحمن يقول شوفوا حكم مباراة القادسية اليوم لبس أو لبس الحكم ما عليه ولا شعار. بداية مخالفة هذه ولا مسموح بمخالفة؟ لا لا أكيد يمكن طايحة لازقة هي لزقة ترى. يمكن طاحت بالركض او شيء بس انه لازم يلبس شعار ما في واحد ما يلبس شعار او مرات تلقاه يمكن لازم شعار محطوطه بالجنطه طاحت بعد لازم لا 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 لانه يكون موقف لا لا يحط لك شعار الاتحاد لا لان هذا حكم درجه اولى اصلا يلبس شعار الكويت اتحاد الكويت يلبسه فتلقاه ممكن ما كانت يعني بس لو مو موجود ابو خالد مثلا لا مو موجود ما في شيء عادي ما عليه دوري محلي اصلا ما
ما في مشكله يعني، بس يواجهونهم يقولوا يا كذا ما يجوز شكلك. مدرب المنتخب ما حط شعار انت زين على شلون؟ مدربنا بالمباريات ما كان حط شعار. فنيله اللي يلبسها ما فيها شعار. ما اعطوه فنيله عليها شعار. الله معقوله ما اعطوه. بس ابو خالد مو شرط يعني المدربين اللي تشوفهم كلهم بدلات يعني الاوروبيين. وما يلبس حتى بدله يلبس فنيله. بالضبط هي نفسها. تمثل دوله انت. دولة الاحترام والله مش لابس فنيله بنص دينار لابس شكله. لا 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 يطلع بالقنوات الزينه. اول شيء فنيلته مو بنص دينار. دينار ونص. ولا دينار ونص. يلا. يعني احنا مو بسعر. ابو خالد مو بسعر. مو بسعر. شايفوني انتم؟ لا مو شايفوني. انا حرمي انا كمواطن كويتي لما اشوف مدرب وطني ما يلبس شعار انا ضايع. يا رجل اغلب المدربين صادق على المدرب ليش ما تكلم؟ هذا خطا ابو طلال خطا. اغلب المدربين ما يحطون. كم لعبه لاعب لازم انك تلبس. ما يصير اصلا تلبس تمثل الدوله انت. الدوله اللي انت فيها. تلبس الفانيلا ساده و... اغلب هذا العالم الحكم صغير اخطا كل العالم صار عليه تذاكر هذا خطأ. واحد سال يا اخوي واحد سال وانا مستغل وجودك و... هو قصد انه قانوني ولا مو قانوني انه قانوني ولا مو قانوني عشان الحكام دائم مغاتل قدام شرس يعني هذا ولد صغير اخطا ما اخطا ان شاء الله ان شاء الله ما سؤال هو اخطا ولا ما اخطا هو هذا السؤال لا لا خطا لازم يحطها يعني بس شكرا لكن كعقوبه ما شيء معلش عادي يعني يا نسى يا ما جابها يا واذا على غرامه تدفع شوف انا ما احب الفوبيا تسوي لنا فوبيا تخلونا نخاف من كل شيء خل تكلم يا اخي تكلم حريه هني بالكويت وبلد العز هذه الله لا يغير هو السؤال واضح ما ادري انا متعمد ايش فيك سوي له دشيت على فنيله الريال سويت لها نص دينار ما يصير نبي نصحيهم شويه سكت اذرع بقينا الدور يا الحين والله ابو ناشي يقول يبنا له دوريه قول والله اي والله ويبي ال 50000 ما امسكه هو واو يا ويا يلا اذا جابوه حاضر 50000 دز واحد انت بطلع الكويت تبارك الرحمن لحتى هذه اللحظه اشوف رضا تام حتى من جمهوره رضا تام طلال هو شوف تبارك الله يعني الكويت اكثر هدوء اكثر الانديه هدوء يعني سر نجاح اي مؤسسه هو التنظيم فريق الكويت منظم الطياره انا اعتقد المنظومه كامله المنظومه الاداريه عاد الحين الطياره وين بيجيبها ابو ناشي الزياده زيد زيد الشيله يا الشيله 100 اخوي حطيناها 100 شباب المنظومه كامله المنظومه الاداريه والفنيه اقاطع كلامك كل خير تفضل قول ما شاء الله هذا الحين بس كم واحد بل طلعوا من استاذ جابر ها حطوا استاذ جابر سلموه حق نادر قبل اي احد ما تهني له حد والله ما تهني له صوته ما يوصل عجل مو شوي اللي جا اللي صار فيه 12 بالجو بقى السفن بعد شوي الله يستر عليه الله يستر والله قول يا كابتن فالمنظومه كامله ابو طلال انا اللي اقصده ان نادي الكويت المنظومه الاداريه المنظومه الفنيه منظومه الاداره كلها كامله كسيستم كنظام انا اعتقد نجاح اي مؤسسه هو النظام النظام الاداري النظام الفني نظام اللاعبين شلون حتى الفرق الناشئين والبراعم والشباب الفريق ماشي كمنظومه واحده كاليه واحده هذا اللي اعتقد انه هو سر نجاح نادي الكويت والهدوء اللي موجود يعني لو لاحظنا يعني المنافسين العربي المنافسين القادسيه تلقى مجالس الاداره خلافات أمور أخرى يعني تدخلات في أمور شيء ما يعنيه ولا هو تخصصه يعني اليوم يعني نعيد ونعرج حتى على كلام إقالة الكابتن راشد يعني من وراه من اللي اتخذ القرار هل هو قرار من إدارة عضو رئيس نائب رئيس جهاز إداري لاعبين يعني ما تعرف وين الاتجاه رايح فأنا أعتقد نادي الكويت هو اللي إحنا نقول الأكثر هدوءا وهذا سبب تميزه أبو طلال وصل تحية من جمهور كظماوي عندي لمهندس الكرة الكويتية وأفضل لاعب وسط مر في تاريخ الكبير ناصر الغانم يوجه لك تحية أبو عبد الله الله يسلمك الناس تسلم عليك استاهل أبو عبد الله طيب مشكور أخوي رائد ابو احمد يقول كاظمه يطالبون بتقديم مباراتهم والسبب الكلاسيكو مدريد وبرشلونه المفروض يحترم التوقيت تلعب توقيت لدرجه دورينا ما له قيمه لا والله يا ابو احمد خليني اقول لك شغله في المناسبه خليني اشكر الدكتور محسن العنزي واشكر ايضا اخوي العزيز احمد دويله في لجنه المسابقات اخوي احمد دويله رئيس لجنه المسابقات واخوي ايضا محسن العنزي اكيد يعني بالمنطق مسابقات الاسبانيه والدوري الاسباني او اكثر شغف واكثر متعه من دورينا لا نقص على نفسنا وانا اخوك إذا كان في مجال الإخوان في كاظمة تقدموا كتاب إذا في مجال تقدموا المباراة كان بها
فيشكرون الإخوان وتعاونهم في لجنة المسابقات أيا كان السبب، يشكرون على تقديم الموعد. وزيدك لو أيضا الإخوان في لجنة المسابقات، عشان أكد على جملتك أخوي عزيزي أبو أحمد أو أبو أحمد عدل، حتى لو لجنة المسابقات ما قدمت المباراة وخلتها بموعدها، أنا بكون متفق مع قرارهم ومتفق مع رأيهم، لأن مو معقولة كل مباراة تصير تتزامن مع مباراة في دورينا أنا بقعد أجل ولا أغير توقيتها. لكن طالما في مجال جزاهم الله خير. أمسي علي أبو أحمد، قول الدوري السعودي. إيه نعم. الدوري السعودي اللي هو طبعا محترفين، دوري محترفين، أجل أول مباراة الغد اللي هي مباراة نادي الهلال أو نادي الأهلي السعودي، وهو الدوري السعودي كانت مباراة الساعة 8 بعد صلاة العشاء. فأعتقد القرار لا يضرون إلى الأمور خلي الناس تعبر. أنا حق اللاعب هذا كاس كل عالم يعني. بالعكس أنا عندي الناس تعبر على راحتها وما في مشكلة، ورجل وجهة فاهمك أنا أبو حسن، وأنا قلنا نثنين على الإخوان، ولو ما أجلوها أيضا نثني على قرارهم، لأن في زاوية يتكلم فيها أبو محمد أو أبو أحمد آسف زاويته صحيحة. أعطني الصورة كابتن. مشكور لكويت كورنر أو سبورت كورنر، زودوني بالصورة، طلع كلام الكابتن محمد باجية صحيح، ان الحكم كان بالفعل الشعار موجود عشان احقاق للحق، بس ارجع لي يا عبد الله مشكور. الشعار كان موجود لكن بالفعل طاح منه عشان احقاق للحق، ولا نكون احنا نيع الحكام ولا نظلمهم ولا من هذا حريصين حكام ناس. اي والنعم فيهم والله جميعا يعني امانه، والنعم فيهم جميعا. قبل فتره لعبه الجهر واليرموك الرديف، الحكام لابسين اثنين احمر وحكم الساحه اسود، يصير؟ اي عادي عادي. هي كوكتيل مديح مطلوب. لا لا عاد لا 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 اله الا الله، شلون كوكتيل؟ شوف الكويت احنا كل شيء يصير. لا يا رجل لا بس والله مره تلقى حكم واحد لابس فنيله زرقاء، واحد حمراء، واحد خضراء، ثلاثه بنفس الحكام نفس الطاقم، يصير هو احنا نطلع يا الكويت تلع قانونيه. لا لا ما يصير، لا ما يصير، لا تلبس لون لازم مرة. بس انا اللي اقول لك مرات تبون طلع الفضائح انتم الحين. لا اله الا الله، تلقى واحد عنده فنيله واحده مسكين كواح ترقت صج، ترى شو سوى يرحم والديك دوار والله جد. إيه؟ هذا صارت معنا والله كنت اقرا ما انتبهت وياك. كوا الفنيله جت تحترق، جاء المباراه ولا محترقه شلون يحكم؟ ولا واحد معاه فنيله زرقاء ومثلا كلهم سود عطاه الزرقاء، قالوا له صير لايما بطره منك بعد يشوفك. صدق ترى هذه مو صارت وياك؟ لا مو مع احد الحكام الزملاء، صارت خلوه بالربع منك عشان لا يبين. ايه ما يبين، قالوا له انت بعد. وهو وين كاويه؟ عند بالبيت خدامتك وياه، هي واحده يعطونك نايلون قبل طول الموسم غسلها. المباراه الثالثه كانت ما بين الخيطان واليرموك، خيطان 2-0 على اليرموك. ابو سليمان اليرموك انا هالموسم احسه بين وبين، يعني عكس الموسم الماضي، لكن لما اشوف خيطان واليرموك ونتائجهم المتقاربه النتيجه شلون تقراها مثل اليوم؟ طلع المركز الثامن خيطان واول فوز، اليرموك لا زال يروح مكانه مركز 11، ما في اي تقدم عن نفس الشيء خيطان واليرموك، يعني الانديه اللي نتكلم عنها خيطان واليرموك والشباب والساحل والفحيل ما في اي تقدم، المنافسه تكون بينهم يعني محدودة، ولكن أيضا نضم لهم في الثلاث سنوات الأخيرة النصر، ما في بطلال أي إضافة للمباريات هذه، حتى لما يلعبوا مع الفرق المتصدرة ما تشوف أي مقاومة، ما تشوف أي إنجاز يذكر لهم، ما تشوف أي فرص حقيقية للتهديف، نوعا ما يمكن تكون بعض المباريات فيها يمكن الفوز بصعوبة لأحد فرق المقدمة، ولكن الفرق اللي ذكرتها هذه مجرد مباراتها تحصيل حاصل، ومثل ما قلت بداية كلامي كل موسم نسمع نبني المستقبل ونبني الفريق لقدام، ولكن للأسف لا زالوا الفرق هي من نتكلم من النصر للسابع للشباب الأخير 13 لا زالوا على نفس المستوى. تدري شنو اللي يزعجك كابتن صالح؟ إن أنت في انطلاقة الموسم ومع الجولة الخامسة يوصل فينا الحال إن قيمة فنية مثل كابتن وائل سليمان يقولك ان في بعض المباريات وكانها تحصيل حاصل، انت متخيل الدوري اللي هو تنافس جمع نقاط وصراع على مراكز متقدمه، فمبارك نهايه الموسم، فمبارك نهايه الموسم، يعني بدايه جوله خامسه ويقول لك في مباريات تحصيل حاصل، يعني هذا عيب الدمج نادر دم. يعني انت في بالك في خامس جوله تشوف الفرق هذا مستواه، فمبارك نهايه الموسم، احنا نقول اللي دائما يقول الدمج نهايه الموسم تشوف الفرق هذه ما في مستوى، يعني قاعد تلقط اهداف ونقاط، وبعدين ثلاث اربع مواسم نفس فرق المؤخره
ما في اي تطور بالمره، لانه ما في منافسه نادر حق، خلينا نقول مو منافسه، خلينا نقول مثلا يعني حافظ يعني تنافس انك ما تطيح على الاقل درجه ثانيه، مو تنافس على الدوري، على الاقل تنافس انك تطلع بالسادس بالسابع على الاقل يكون عندك في حافز لك. صبيحات مثلا العام والسنه هذه المركز السابع مثلا او السادس، نفس ما قال اخوي وائل انه لازم في منافسه حق الفرق المؤخره بكل الدوريات، كل الدوريات لا نقص على بعض نقول لا لازم يرموك ولا فحيله لازم ينافس على الدوري، لا لكن خلي ينافس انه ما يطيح، يصير عنده يعني في عنده 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 حافز او عنده هدف انه يبقى مع الفريق الممتاز ما يطيح الدرجه الاولى اللي هو درجه ثانيه احنا نسميه. ايه لازم يكون في حافز حق الفرق هذه يصير فيها تنافس بينهم، وايضا حتى حق خلينا نقول السبعه والثمانيه اللي يكون فوق ايضا يتم ان انا ما بنزل تحت، اتم انافس على الخامس الرابع السادس عشان ايضا ما اطيح درجه ثانيه. بخال تفسيرك الحين اترك الله يرحم والديك، اترك عمليه اللي نختلف نتفق على الجزئيه، لكن عطني راي ثاني في اللي هم تفضلوا فيه بالاخوان، ليش اربع خمس ست فرق يا رجل احنا خامس جوله مطبوعه يعني اساميها يبغون الجدول ولا اسامي الاربعه تحت موجودين؟ تبي السر اعطيك سر الخلطه السحريه بس بدون امثله الله يرحمه. لا 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 الامثله كابتن عطانا شويه تفاعل معه. لا هو في سر احنا ما ندري عنه، في اسرار حبيبي. هذه الفرق للاسف تركز على الالعاب الفرديه، اقول ليش؟ ليش؟ الالعاب الفرديه فيها نقاط وفيها تفوق فيها فلوس، كاس التفوق اي عشان الشك، فيقول لك انا ليش ادفع على فريق كامل يكلفني مبالغ وكذا وما استفيد منه، فلما ازرع يطلع لي محصول احسن. نفس هذا التفوق اللي هني من هني يعني ابو خالد انت لما تتكلم على الفرق هذه لا 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 بس انا اقول لك هذا الحقيقه. شنو منطقي؟ يقول لك كلامك منطقي ولا مو منطقي؟ طلال ابو طلال اه عبالي يسالني طلال عفوا منطقي ولا مو طلال سؤال. لا 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 انا بالنسبه لي ماني مقتنع. ابو خالد ابو خالد لما تتكلم الكلام هل انت عندك احصائيه كم نقاط تفوق اللي قاعدين او الالعاب الفرديه هل هم متفوقين فيها؟ إيه اليرموك انت بسال على اليرموك. إيه اليرموك متفوقين بالشباب بالتنس الساحل المبارزه الخيطان. لا 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 ما اتكلم في بعض الانديه، في بعض الانديه ابو سليمان احنا انت كنت عضو مجدار تعرف نتكلم عن كره القدم احنا. اي بس ليش ما يهتمون؟ انا اقول لك السبب ليش ما يهتمون. اللعبه الشعبيه واللعبه اللي يحبونها الناس اي لعبه شعبيه بس انا ما تدخل لي. اذا المسؤولين في الانديه يبون الالعاب الفرديه سكر كرة القدم، سكر كرة القدم وخلاص خف مصاريفها. عبيد بعلمكم يمكن وائل كان عضو مجلس إدارة يعرف الألعاب الفردية فيها فلوس، لما تجيب يعني يدخلك بالسنة يمكن تجيب لك 100,000، لما أنا أتعب على فريق وعارف إنه ما راح ولا عندي إمكانات ويكلفني راح أخسر أنا 100,000، فأنا بدون مجهود تعب بسيط وكذا راح يدخل لي مثلا 100,000 تنس مبارزة. فيقول كان سياسه صحيحه ابو خالد. لا مو صحيحه ابو خالد. لا 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 انا مو صحيحه. شنو اللعبه الفرديه اللي تجيب 100,000؟ فهم مركزين على اللعبات هذه. شنو اللعبه الفرديه اللي تجيب 100,000؟ التنس والمبارزه يجيبون. شوف يعني ابو خالد يعني معلوماته كلها مضروبه يعني. ليش مضروبه؟ ليش سليمان كم تجيب لك التنس والمبارزه والتكواندو؟ كم كم توصل 100,000 ابو خالد؟ المبارزه وال يعني دق على اي واحد. خالد كلامك عدل بس احنا نتكلم حاليا عن الاربع خمس ست فرق. أيه؟ اللي كل موسم نفس الترتيب، هل هذه فعلا مهتمه باللعبات الفرديه؟ لا 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 قلت لك انا بعض الانديه قاعد تركز مثل اليرموك يعني. هل اليرموك قاعد يدخل 50,000 ولا 100,000؟ اكثر يدخل من اللعبات الفرديه يدخل. دقوا عليهم شوفوا. ابو طلال هذه الانديه من تاسست الى الان كلها يعني بالدرجه الثانيه خلينا نسميهم بالمسمى. اي عشان كذي هو ما نسميهم بالمسمى. انت شنو مبررك؟ هو عنده المبرر ماله، انت شنو مبررك؟ ان هذول مو راضيين يطورون من نفسهم ومو راضيين ينافسون او يحصدون. مو هذا نظامك انت قديم، الناس تطوروا والناس سبقونا وصلوا وين؟ بالمنشآت بالاحتراف بالاداره بالناس المسؤولين عن كره القدم. ما عندك انت انا اعتقد الماده يعني المادة. انت شوف الاربع فرق اللي قاعد تنافس كلمه ترى ماده، مو معتمدين على ميزانية النادي اللي تيهم من الهيئة، دائما يكون عندك مصروف ثاني من طبعا من رئيس النادي، من عندك السالمية الكويت الغاتسية غير المادة العربي. غير المادة كامل. صالح لازم عندك ناس تفكر. هذا أكيد هذا أهم شيء. لازم عندك ناس تفكر صح في كرة القدم. أربع سنوات ممتازة بالتفكير وما عندك المادة رأي تطور شيء بشكل سريع. إن شاء الله عندي محور خلينا رأي أنا أرد على الكلام بشكل سريع خصوصا كابتن ناصر. يعني أنا إذا بشرح على الأندية المتقدمة الكويت والقادسية وين راحوا؟ في شنو؟ آسيويا يعني إحنا لما نقول في أبطال آسيا انتم تتكلمون على انديه ما عندها ما عندها مدخول مادي. يا اخي القادسيه والكويت عندهم تفرقات لاعبين متفرقين
والموسم انتم مساحه عجبكم المستوى. انا اقول لك ان المستوى يعني لما نفوز الكويت او القادسيه بالدوري في دوري يعني مستوى هابط انا ما استانس ولا بكاس اسيا. صار لنا 20 سنه احنا نمدح ونمدح والمستوى. القادسيه والكويت متطور لان تفرغات اللاعبين اول شيء زين من الاسباب طبعا مو هو السبب الرئيسي. احنا نقول لك التفرق التفوق التفوق في التفوق الفني سبب التفرق فيه يملك القادسية والكويت تفرغات. يعني هل يلعبون بالدوري ما يدامون؟ ما يدامون بس الحين لا الحين الوضع يختلف بعد التوقف بعد لا التوقف. لا بحكم انه ما يدامون بو حسن انه بحكم انه عنده مشاركات خارجيه هذا اسوي تفرغات يعني عنده تفرغ مع النادي عنده تفرغ خلص تفرغ نادي ثاقد الشين على بطولات المنتخب عندهم تفرغات ثانيه مع المنتخب تخلص منتخب ثلث ثاني مره على كاس الاتحاد الاسيوي. بكسر فيكم كسره لان باجي لي 6 دقائق والناس ايضا واحنا عندنا هذا المحور لكن بس طارق مرويح سعيد فيك اخوي طارق يسلم عليكم يقول لك شو الفائده من استاذ جابر والرياضه الكويتيه متوقفة ما بين متفوقه وان شاء الله تكون متفوقه وما بين متوقفه دوليا. متوقفه دوليا وسؤالك المشروع لما يكون عندنا معني وان شاء الله راح يكون موجود علشان نسال مثل هذا السؤال. مشاري الصقر يسلم عليكم جميعا يقول لك انا ترى يا ابو خالد انا راعي الباقي. قول والله هو يقول راحت عليه المكافأة صادوه. مشعل عسعوسي حكمنا السابق يقول لي مسي عليكم بالخير يقول لك للأمانة أنا كنت مقيم المباراة يقصد مباراة القادسية والفحيحين ووصيت وتأكدت أن الحكم يلبس شعار الكويت لكن والله طاح من الركض وشكرا. وضحنا هذه الشغلة مشكور على تواصل كابتن مشعل. حسين الشمر يقول سلم عليكم سؤال الهاجري شو اللي يحتاجه كاظمة للفوز بدرع دوري بيبا شو اللي يحتاجه؟ يحتاج إن شاء الله يعني نقدر نشوفه تضافر الجهود وأكثر توفيقا في اختيار المحترفين لكن هذا اللي ينقصه فقط التوفيق. أحسن الشمري سأل عبد العزيز الهاجري وخلاني أنا حكمني أنا متواجد حاليا يعني توكل على الله. أنا بستأذنك أحسن وبسأل ناصر الغانم. لا 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 ما أنا بسألك أنا كاظمة أنا بسألك كاظمة شو ناقص عشان ياخذ الدوري؟ وايد ناقصة ما أتكلم أنا نادي كاظمة ما تتكلم عن هذه كاظمة؟ لا 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 تكلم يا أخي مستوى زين انا لا 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 عبد الله حبيبي نعم. انت ما تبي تتكلم لان مثلا حسين الشمري ما اسالك ما سال هو سال ولا حسن العفو يعني ولا انت ما تبي تتكلم عن كاظمة حسين الشمري سال حكم اني انا موجود الحين يعني لا اتكلم ولا تاريخك بالتلفزيون لا اتكلم بالتلفزيون مباشر كذي اذا يبوني ينادوني يقولوا لي تعال يسالوني شنو عموما بشوف الاشكاليه هذا الموضوع لكن بعد ما اشوف ملخص المباراتين اللي اليوم صاروا بالاضافه للقادسيه والفحيحين اللي شفناهم الكويت والساحل وخيطان واليرموك بشكل سريع ونرجع لكم. افتتاح الجولة الخامسة لدوري فيفا لكرة القدم جاء بعد توقف استمر لأسبوعين. اليوم الافتتاحي لهذه الجولة نبدأه أولا مع لقاء خيطان واليرموك على استاد ناصر العصيمي بنادي خيطان. فأصحاب الأرض استطاعوا افتتاح التسجيل خلال ربع ساعة الأولى من المباراة عن طريق حمد الحساوي وفي الحصة الثانية تمكن عمرو أحمد من تسجيل هدف التعزيز الأحمر فارض الخيطان إيقاعه وأسلوبه على اليراميكا وصافرة النهاية تعلن فوز خيطان بهدفين نظيفين على اليرموك. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انت شفت الحمد لله كنا مسكين المباراة كلها. الشوط أول عمل نفذنا تعليمات المدرب طلب مننا نمسك الكرة في نص الملعب والأطراف يفتحوا نفذنا التعليمات الحمد لله. بين الشوطين كلمنا ننسى نتيجة الشوط الأول نركز في الشوط الثاني زي ما انت بتشوف في فرق بتكسب في الشوط الأول بتنسى الشوط الثاني تنزل راهية فالحمد لله يعني عملنا تعليمات المدرب نفذنا اللي قال عليه والحمد لله ربنا كرمنا بثلاث نقط الحمد لله. بالنسبة للمباراة الشوط الأول مثل ما انت شايف خيطان كان الطرف الأفضل واستغل الأفضلية وسجل هدف للأمانة. في الشوط الثاني حاولنا احنا وكنا شوي أفضل لتقريبا نص الشوط الثاني وصلنا للمرمى هددنا مرمى خيطان يمكن كرة لنا بالعارضة ردت عكسية هدف ثاني خيطان وبالنهاية الكرة القدم اللي يستغل الفرص هو اللي يفوز خيطان استغل الفرص وفاز ألف مبروك لهم.
أما على ملعب نادي الساحل لم يجد الكويت أي صعوبة في تخطي أصحاب الضيافة عندما خرج فائزا عن الساحل بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق خالد عجب في الدقيقة 23 وكرس أفضلية الكويت بهدف التقدم الأول. سيطرة تامة للأبيض أكد من خلالها التونسي شادي الهمامي أهمية العميد بالهدف الثاني مع الدقيقة 59 وسط استسلام تام لابن أبو حليفة. بالنهاية سجل البديل على الكدري اسمه بتسجيل الهدف الثالث لفريقه مع الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، وتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة للعميد الكويتاوي. الحمد لله يعني احنا أدينا بامتياز، صح يعني كنا نتمنى أعلى نتيجة عالية لكن هدرنا فرص، الهدار الفرص ما كان في استهتار أو يعني استهزاء أو رعونة، لا اللاعبين حاولوا وثلاث كور بالعارضة. الشوط الثاني ضيعنا، أيضا عندنا يوم الاثنين مباراة من لاعبين يعني راح تلعب ثلاث مباريات بأسبوع، تحتاج لها لياقة بدنية، تحتاج لها خبرة بعد من اللاعبين، لكن بالنهاية الحمد لله ثلاث نقط كانت غالية بالنسبة لنا. أنا وتسألني واحد نفس ستة، أبي ثلاث نقط من ملعب صعب، ايضا في ظروف صار لنا 10 ايام ما لعبنا مباراه او اسبوعين من لعبه الجهره، راح يتاثر على اللاعب صحه وغات اللاعب يحتاج راحه، لكن صدقني اسبوعين او 10 ايام تكون راحه سلبيه على اللاعب، لكن الحمد لله الشباب كلهم ادوا اللي عليهم ونفس ما انت شايف المباراه اخطاء والحمد لله الكره كلها فوز وخساره الحمد لله على كل حال. أما آخر مباريات هذا اليوم فكانت تمثل الظهور الأول لمدرب القادسية الكرواتي داليبور. البداية قدساوية والعرضية من بدران لم يتوانى في إسكانيا بدر أنصاري برأسية متقنة في شباك بدر بلال معلنا أول الأهداف للأصفر. التفوق القدساوي ميدانيا ومهاريا تكلل بالهدف الثاني عن طريق بدر المطوع. شوط أول قدساوي، الشوط الثاني أيضا امتداد العمل التكتيكي داخل الملعب، غاب الأداء عن الأصفر لكن حضرت النتيجة. بدران وبفكره العالي يأتي بالهدف الثالث للأصفر. الفحيل حاول تقليص النتيجة لكن ظل الحضور القدساوي طاغيا. وأخيرا وقبل أن تلفظ المباراة الفاسية يأتي الهدف الرابع معلن رباعية قدساوية لبني قادس على الفحيل. مبارك حق القادسية الفوز، يعني مثل ما أنت شايف الشوط الأول حاولنا نتماسك أكثر، يعني قلة الأخطاء الفردية تقل، عرفت شلون؟ ربعنا شوية تشتتوا ذهنيا والغادسية استغلوا هالأخطاء هذه. بالشوط الثاني حاولنا نتمسك بالنتيجة، نحاول نرد بجول على الأقل يعني لو نطلع بالتعادل، لكن تباعدت الخطوط بيننا شوية، اللاعبين تشتتوا ونفس الشيء استغلوا الأخطاء الغادسية وحطوا الثالث والرابع. الأداء اليوم يعني ما نقدر نقول ممتاز، يعني إن شاء الله مع المدرب نطمح حق أداء أفضل، وإن شاء الله قادم مباريات راح نقدم أداء أفضل ونرضي الجماهير أكثر. اليوم يمكن رباعية كان في المكان أكثر من أهداف. إيه كان كنا نقدر نسجل أكثر من 4 أهداف، بس ربك كاتب 4 أهداف، وإن شاء الله قادم مباريات نقدم نتيجة أفضل وأداء أفضل. وبهذه النتائج لا مفاجآت مع افتتاح الجولة الخامسة لدوري فيفا لكرة القدم، فالقادسية يصعد للصدارة مؤقتا برصيد 13 نقطة، والعميد الكويتاوي واصل نغمة الانتصارات على الرغم من أنه متأخر عن باقي الفرق بمباراة واحدة وبرصيد 12 نقطة، بالمركز الثاني متساويا مع السالمية وبنفس الرصيد. راد الشمري لبرنامج الديوانية. مشكور رائد شمري على التقرير لملخص مباريات اليوم من عمر دورينا في انطلاقة الجولة الخامسة. باكر أيضا في هناك 3 مباريات إن شاء الله حنكون وياكم في تغطيتها في حلقة الديوانية باكر. عادل أو حطي بس السناب شات مال برنامج الديوانية اللي هو أصلا أصبح معروف DKTV3. المقصد عبد الله فيه أن اللي يبي توقعات مباراة ريال مدريد وبرشلونة للكبات اللي معاي ضيفوا أكاونتنا، نزلنا توقعاتهم لأن ماكو وقت نسألهم حتى عن مباراة برشلونة وريال مدريد، لكن اللي يبي توقعاتهم موجودة على سناب شات البرنامج. مشكور عزيز الهاجري، حياك الله. مشكور محمد باجية، مشكور حبيبي. مشكور ناصر الغانم، مشكور الله يخليك. زعلوك الكظماوية اليوم؟ لا بالعكس، ليش زعلوني؟ حسين ما سألك، ما سألني، هم راضين بالمستوى خلاص كيفهم. بسألك عنه تالي. صالح برايتشي نورته وشرفته يا أخوي. الله يسلمك، شرف لي أخوي نادر، ما قصرتوا إن شاء الله. طول لي عمرك. وائل سليمان
تخجلنا دائما، وجزاك الله خير على وجودك المميز والمحبب بالنسبه لنا. مشكورين ابو طلال، مشكور على الهديه، نشكر ابو ناشي على الهديه. ما قصر اخونا ابو ناشي على هديتنا الحين، على والله احنا نقول اعطى له هديه الحين عاد بحد حتى بالهديه بيناشمونا. كوب ماكو شيء بس كوب. هلك يا عبد الله حاضر. اذا الله طال عمر وياكم، مشكورين الاخوان في استاد جابر اليوم اللي يسمحون ان نكون حلقتنا اليوم معاكم من هذا الاستاد. اي مستمتعين، لكن راح استمتع اكثر لما نشوف مباراه اللي ان شاء الله راح نشوفها قبل نهايه السنه كما قيل. باكر اذا الله طال عمر وياكم من استاد جابر، برنامج الديوانيه معاكم باذن الله، تصبحون على خير.